بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. اعدلها تتعدل وما تلبسش الشمال في اليمين. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في حلقة الخميس من ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 733. مهندس عدل بدأها بالشقلبة، ما تلبسش اليمين في الشمال والشمال في اليمين. خير، في مثل بيقولك ما تحطش العربية قدام الحصان. مش هتمشي، لأن العربية لا هتسوق الحصان ولا الحمار هيزق العربية أو الحصان هيزق العربية. الطبيعي الأمور لما تبقى طبيعية الأداء يحدث يتعدل وتوصل للأهداف والنتائج. ما يحدث على الساحة الكروية هذه الأيام وخصوصا مع المنتخب، لا لابسين الشمال في اليمين، وبعدين لما يلبس اليمين في اليمين والشمال في الشمال وتتعدل النتائج يقول لك مش قلنا لكم. لا ما قلتولناش، وهنناقش دي. احنا اللي قلنا لكم اليمين يمين. احنا اللي قلنا لكم. وعلى فكره هو مين اللي اعتذر لمين هنا؟ احنا نعتذر لكروش ولا كروش اللي اعتذر لنا؟ عموما دي حلقه مهمه، هذه ابرز عناوينها. مقالي ومقاله ليست جدارة ولكن توظيف. الغربال مين ينمي المغرب؟ وبعظمة لسانه رابطة الدروس المستفادة. الشموع الحمراء عمر سلطان باشا. وأسرار الملك عن الرحالة العاشق. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة اللي نتمنى إن شاء الله نقدر نفي بمناقشته كله. لكن في البداية خلونا ننعي إلى الجماعة الصحفية وإلى كل عموم الشعب الحقيقة رحيل واحد من الكتاب المصريين الوطنيين البارزين، عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي، واحد الحقيقة من أصحاب البصمة الواضحة في صاحبة الجلالة، الأستاذ ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، رئيس تحرير الأخبار السابق، واحد من اللي أعطوا المهنة بتميز ومهنية وإتقان ووطنية وحس عالي المسؤولية. انتقل إلى رحمة الله هذا الأسبوع، شيعت جنازته اليوم للفقيد. كل الدعاء بالرحمة ولكل الأسرة الصحفية ولمحبيه وأسرته الصبر والسلوان. الحقيقة يعني خبر صدمنا امبارح الصبح ومفاجأة. أنا بالنسبة لي يمكن أنت أقرب إليه، أنا ما أعرفوش بشكل شخصي، ولكنت دائما بتناقش معاك وكنت يعني أحترم اتزانه، رصانته، مهنيته، وكنا عايشين معاه في أقرب لحظات حياته المهنية. أيوة. لأنه كان مع الأستاذ أحمد موسى بيمتعنا بالكتاب الجديد بتاعه، كان بيسرد لنا الكثير من الأسرار. فكنت أنا شخصيا من يعني اللي ينتظر هذه الفقرة التي سوف نحرم منها. لكن رحمة الله عليه يعني ما حدش جاب سيرته إلا ما بكل خير واحترام، ودي القيمة الأسمى رحمة الله عليه. ولكن لا يفوتنا أيضا أن احنا واجب العزاء للكابتن محمد زيدان، نجم المنتخب المصري، والده وفاته المنية الأسبوع ده. فالحقيقة كلها يعني أخبار، حتى في زميلة صحفية يعني أيضا فاتني اسمها، معلش اعذروني، يعني احنا عايشين ايام على راي الكابتن صالح، امال هتسمع غير كده في الايام دي؟ يعني اخبار ناس اعزاء عليك بيروحوا قدامك بحكم السن، بحكم الظروف، بحكم الكورونا، بحكم الصحه. رحمه الله على الجميع، ودرس لنا جميعا يمكن نفتكر ان احنا
في أي لحظة ممكن نقول؟ الحياة المهندس عادل هو بيشير لمسألة الاحترام، لأنه ياسر رزق عليه رحمة الله احترم ألمه واحترم مسؤولية ألمه واحترم حتى دوره كصحفي. ياسر بالمناسبة كان إسماعيلاوي ابن الإسماعيلية، وربما كان أقرب للزمالك، لكنه عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي، كان يحترم الأهلي احترام شديد، موضوعي جدا شديد. آه. وكانت علاقته بمسؤول النادي الأهلي سواء الكابتن حسن حمدي أو الكابتن محمود الخطيب علاقة فيها الكثير من الخصوصية والاحترام والتقدير والحب، لغاية أيامه الأخيرة. يعني هو يمكن الموت جه فجأة امبارح الصبح بأزمة قلبية، وكان في قمة نشاطه وفي قمة تفاعله، وقدم للمكتبة العربية وللأمة كلها الحقيقة، لأن كتاب سنوات الخمسين بيرصد فيها تفاصيل الفترة الأصعب في تاريخ الوطن، من يناير الغضب إلى يونيو الخلاص، مسيرة يعني هو حتى الاسم يا أستاذ إبراهيم لما تتمعن فيه، لأن كانوا بيسموا الثورات التي أحدثت الفوضى في المنطقة الربيع العربي، صحيح، فهو سماه الخمسين لأنه بيرصد في الكتاب الحقيقة كل كواليس وتفاصيل هذه المرحلة الأهم في تاريخ الوطن. وكان بيعد في خاتمة الكتاب أنه بصدد إعداد جزئين آخرين لرصد الفترة فيما بعد حالة الاستقرار التي عمت البلاد. الحقيقة كتاب فيه كتير من السرد الوطني المهم، فيه كتير من الكواليس والتفاصيل المهمة لكاتب وهب نفسه وألمه لخدمة وطنه وخدمة مهنته وخدمة كلمته وخدمة احترامه عند الناس، فاستحق كل هذا التقدير اللي كان موجود سواء في صلاة الجنازة اللي كانت اليوم في مسجد المشير طنطاوي، أو في مراسم تشييع الجنازة في مدافن الأسرة في طريق العين السخنة، والعزاء يوم الحد إن شاء الله في مسجد المشير طنطاوي. ياسر رزق كان واحد بدأ حياته بعد التخرج من كلية الإعلام محرر عسكري، أصبح من أهم المحررين العسكريين في الشؤون العسكرية. عنده كان عليه رحمة الله اهتمام كبير جدا بقضايا الشؤون العسكرية المصرية وبكل القضايا الوطنية. إن يعني ألمع الإعلاميين الكبار جاءوا من رحم نكاد محررين عسكريين. لأنه الانضباط. الأستاذ هيكل، الأستاذ حمدي الكنيسي، ثم الأستاذ ياسر رزق. الانضباط. رحم الله. ومدرسة الوطنية المصرية. المهمة بتبقى صعبة، فاللي بيقدر يجتازها ويبقى يتعمق فيها يتعلم منها كتير جدا. صحيح. تجربة بتبقى. ألف رحمة ونور على روح الفقيد الجميل العزيز الصديق الغالي ياسر رزق، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أسرته ومحبيه وما أكثرهم بالصبر والسلوان. النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب نعى فقيد الصحافة المصرية الكبير الأستاذ ياسر رزق، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. النهاردة تقريبا كان في مباريات مهمة، لكن قبل المباريات خلينا نقول أنه في تطورات كانت كتيرة في إصابات الأهلي يا باشمهندس. يمكن الاتحاد الأفريقي حتى هو بيتفاعل مع حسم موضوع الملاعب الخاصة بالاتحاد السوداني. الكاف يعيد الهلال والمريخ للعب في السودان في دوري الأبطال، دي قضية ما تخصش النادي الأهلي كطرف منافس في المجموعة، هو وصن داونز مع الهلال والمريخ. الاتحاد الأفريقي كان عنده تحفظ على اللعب في السودان، لكن زي ما بيقول موقع مصراوي أنه في مصدر مسؤول في إدارة المسابقات في الاتحاد الأفريقي قرروا اعتماد لجنة التراخيص بالكاف لملعب الجوهرة الزرقاء في السودان ليصبح ملعبا رسميا للهلال والمريخ في دوري الأبطال. ملعب الجوهرة السوداء هيستقبل مباريات المجموعة الأولى في الجولة الثانية يومي 18 و19 فبراير، هيستقبل الهلال السوداني فريق الأهلي يوم 19 فبراير، ويخوض المريخ السوداني مباراته مع سان داونز يوم 18 فبراير. ده يمكن كان محل اهتمام كتير جدا من الصحافة السودانية والمواقع الإلكترونية بالموقف من الملاعب أو ملعب الهلال والمريخ، زي ما كان اهتمام الصحف في الجنوب أفريقية كما هو واضح بمسألة وصول زوجة موسيماني للقاهرة بما يشي بقرب التجديد، وكل المواقع تحدثت عن العقد النادي الأهلي قدم عرضه لمستر بيتشو موسيماني لتجديده، وكل المواقع في جنوب أفريقيا تتحدث عن قرب تمديد بيتشو موسيماني للأهلي.
كلها قضايا بتبقى إعلامية أكتر منها حقيقية، وإن كانت لها تداعيات فنية. يعني نتمنى الملفات دي تتقفل أيا كانت النتائج، علشان نمشي بقى باستقرار في اتجاه الأهداف الصعبة التي تنتظر النادي الأهلي. الحقيقة من الأهداف الصعبة جدا مباراة مونتيري المكسيكي، اللي كشف التقارير الصحفية عن تعرض دوفان فيراجار لاعب مونتيري المكسيكي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي. مونتيري المفروض هيلاعب الأهلي في كأس العالم للأندية في أبو ظبي يوم 5 فبراير الجاري المقبل على ملعب محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اللي استعدت لاستقبال هذا الحدث المهم كبطولة العالم للأندية. وأشارت الإذاعة المكسيكية أن دوفان فيراجار أصيب في مباراة مونتيري الأخيرة أمام كروز أزول يوم السبت الماضي، وخضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بقطع في الصليبي. إذا كان عندهم لاعب فالأهلي عنده كتير. شوف المثل بيقول لك المصائب لا تأتي فرادة. هذا ما يحدث للأهلي. يعني انت وانت عمال بتقول يا ترى التداخل بتاع البطولات الامم الافريقيه مع كاس العالم الانديه، توقف الدوري المصري بسبب هذه البطوله، الكورونا، النقص العدد اللي بيحصل لك محليا والاصابات اللي بتحصل لك محليا، ما فيش مباراه وديه او رسميه او مع المنتخب الا ما بيبقى فيه ضحيه النادي الاهلي، وما فيش فيهم اصابه تقدر تقول انها ايه ترجع بعد يومين او ثلاثه. كلها اصابات تهدد. يعني احنا عندنا صليبي وعندنا ضمه وعندنا شد مع المنتخب، كل التخصصات الطبيه، وعندنا كورونا وعندنا كدمات وعندنا يعني مش عارف ضمه وخلفيه في كل لعيب عندك في الباقي اللي خف متفاهم. انت عندك قلب يعني بدر بنون اصابه غريبه جدا، تداعيات كورونا ما بتحصلش. عندك مستشفى يعني يمكن بدر بنون اللاعب الوحيد اللي حصل له تداعيات الكورونا بهذا الشكل. هو امر لا يعني الله يدخر لنا الافضل. ولذلك انا من زمان بقول لك ايه، بيني وبينك علينا ان نكون واقعيين ونواجه الامر واقع ونعد الموجودين بحيث يبقوا في احسن حالاتهم. حتى دي لم نتمكن منها. ده انت الناشئ الصغير احمد كوكا برضو تداعيات كورونا، واخد اجازه شهر ونص. ايوه معاك النادي الاهلي. وبعدين مضطر او ربما يكون كان مضطرا، هنناقشها بعدين دي اسباب ليه برضو ان احنا تاخر الدفع بالاساسيين وعندما دفع بهم دفع بهم مره واحده، هنناقش دي في فقرتها. لكن اكرم توفيق سافر رفقه الدكتور احمد ابو عبله الى المانيا ليخضع لجراحه الرباط الصليبي اللي بنتمنى له يا رب منها عملية ناجحة وإن شاء الله سرعة العودة للملاعب بإذن الله. أكرم أصيب في فترة كان في قمة توهجه وفي قمة انطلاقته وفي قمة مستواه، سواء مع المنتخب في كأس الأمم أو ما كان ينتظره مع الأهلي، كان واحد من المرشحين لجائزة الأفضل في البطولة. لكن الحقيقة الإصابة جت في توقيت قاتل جدا وإصابة مؤثرة، نتمنى له سرعة وتمام الشفاء منها إن شاء الله. ربنا يشفي الجميع ونقدر نسترد يعني 3-4 لعيبة مهمين جدا ويحمي الباقي قبل البطولة اللي نتمنى الأيام المتبقية تكون كافية ان احنا نجهز اكبر عدد من اللاعبين. ونتمنى ان النهاردة كمان نقدر نحاول نطمن حضراتكم على كل احوال لاعبتنا، سواء الشناوي اللي اصيب بشد في العضلة الخلفية او كمان حمدي فتحي اللي اصيب بشد في الضمة الاثنين ومحمد شريف كمان. فبالتالي ليه لعيبه الاهلي بس الاصابات الغريبه دي يا باشمهندس، سواء مع النادي او المنتخب؟ قضاء الله سبحان الله. يعني الاول احنا شكينا في ملعب التيتش، شكينا في 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 الاحمال، بس احنا بقى لنا 3-4 سنين. انا تحليل الوعيد، وبعدين مع المنتخب يحدث نفس الامر. هل نتيجه الضغط المتتالي على وعدم الحصول على الراحه الكافيه وتلاحم المواسم بالنسبه للاهلي، بان 3-4 مواسم بالطريقه دي مفيش سبب تاني غير كده دلوقتي امامي يعني. لكن هو قضاء الله الذي يجب ان نقبله، ووفره اللعيبه ربما تكون يعني فيها الحلول، ولكن ايضا القرار
واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة عشان تاخد أفضل ما لدى لعيبتك. أرجو أن الأيام المتبقية تكون كافية لهذا. نتمنى ده بإذن الله، لكن زي ما تعودتوا دايما وأبدا ضربة البداية مع مقالي وما قالوا، ليست جدارة ولكن توظيف. إيه المشكلة؟ أين الجدارة وأين التوظيف يا باشمهندس؟ هقول لك أنا. الجدارة إنك أنت تملك مقومات معينة تحطك في مكان معين. فلما توصل لها، لأن دي إمكانياتك. فلما نيجي منتخب مصر مثلا، من أول يوم وإحنا بنناقش هو ليه كيروش بيعمل معانا كده؟ هسميه كيروش بقى بعد المكسب الأخراني ده. أيوه تعدله. ليه أنت عمال تتصرف بغرابة معانا؟ وتلبس لي الشمال في اليمين. وبعدين يوم ما يعدل الأمور ونكسب يقول لك مش بعض الناس بقى. إحنا بس اللي كنا شايفين الصورة، وإحنا بس اللي كنا بنآزر، وإحنا لا. مصر كلها كانت شايفة الصورة، ومحدش فهمني إن كيروش له فضل في حاجة في الحتة دي. كيروش له فضل في حاجة واحدة، إنه رجع للمألوف، لبس اليمين في اليمين والشمال في الشمال. ايوه يعني لاعب مصطفى محمد راس حربة. نقول ان كيروش ادانا درس وعلم علينا كلنا ونعتذر له، نقول له متاسفين يا كيروش. لو كان كمل بعد المنعم بكرايت، لو كان كمل بصلاح راس حربة ومصطفى محمد جناح، لو كان كمل بعبد الله السعيد ومش عارف تريزيجيه ماله، وايمن اشرف مدافع، لو كان عمل هذا واستطاع ان يحدث طفره في الفريق نقول لا، ده انت رؤيتك بسم الله ما شاء الله عليك فاجئتنا جميعا واحنا ما كناش فاهمين حاجه. لكن لما ترجع للي مصر كلها طلبتك بيه، ان كل الاستوديوهات التحليليه، كل المواطن العادي، لان الامور احنا كنا شايفين فرقتنا وعارفينها. انا انت تعرف مدرستي ان انا مش من النوع اللي يحب ينتقد العمل الفني ابدا، ودايما اقول لك المدرب اضرب بفريقه في اطار ايه؟ ألاعب مين بس في مكانه بدل مين؟ أنت حر في تشكيلك، ألعب بالخطة اللي أنا عايزها نجرب. لكن أن أنا أفنط الكوتشينة وأبعتر الأوراق وأرجع تاني ألمها عشان أرجعها لطبيعتها، فلما أرجعها لطبيعتها نقول له شفتوا بقى الراجل، شفتوا إيه؟ وأنت إحنا ضيعنا شهر ونص أو شهرين ما لهمش لازمة. كان زمان فرقتك دي لو بالعدلة بتاعتها وواخدة كل التجارب السابقه دي كان زمان فرقتنا دي عظمت ووصلت لاعلى مستوياتها. ولحد دلوقتي على فكره احنا نقدر نقول 80%. لا في افضل. ليه؟ لان في لعيبه انت لسه ما شفتهاش. انت عندك محمد شريف على فتراته ساعه ما لعب في ظروف وتعور، ورغم كده ما كانش وحش. عندك لسه رمضان صبحي ما اتحطش في مكانه. عندك زيزو انه لازم يبدا، وانت الناس شايفاه الاكثر جاهزيه، لازم يبدا. انت مصمم كويس انك اكتشفت لعيب زي عمر مرموش، فاحنا نقول ان قدمت عنصر دولي لينا، بس مش معنى كده ان هو لغى كل ما قبله. لا، في لحظات عمر مرموش ما بيديكش اللي انت عايزه. طب شوف حد تاني. تريزيجيه لو رجع لمستواه ربما يكون هو الافضل في الحته دي، بس لازم تشوف مين زيزو بقى وراهم. انت ما اخترتش اللعيبه اللي تقدر تلعب كصانع العاب، لكن تقدر عندك مين اللي موجود توظفهم. في لعيبه لسه ما شفناهاش خالص زي امام عاشور، في لعيبه ما شفناهاش خالص، مش فاكر مين تاني يعني. رمضان ما ظهرش خالص. رمضان انا بقول لك انا قلت لك رمضان لعيب مهم. ما هو رمضان يستحق انك كنت تشوفه، بس انت دلوقتي داخل على ماتش المغرب. ربما يعني نعذرك لو ما جربتش في المباراه دي، انما فوتت الفرص اللي كان ممكن تشوف العناصر دي في اماكنها الطبيعيه. يحسب بقى لكيروش، مش كل سلبيات، يحسب له ان قدم لنا اكثر من لاعب مرموش، وان كان بعضهم نتيجه الظروف زي عمر كمال. ولا هون ابتدى بيه غلط وبعدين صلح الموقف. ومحمد عبد المنعم ابتدى بيه غلط وبعدين صلح الموقف. قدم هؤلاء، دي شجاعه.
شجاعه فرضتها ظروفه، لكن هو برضه قدر يقدم لك الناس دي ويقول لك عندي عناصر دوليه جديد. ثبت فتوح يقدم اوراق اعتماده في هذه البطوله انه لا يعتمد عليه في هذا المكان، لعيب كويس طبعا. يبقى ايمن اشرف ضحيه العبه فين؟ لانه هو يستطيع نص ملعب مره، هو عايز يلعبه نص ملعب. ليفت. الحيره دي معناه ان امكانيات الراجل ده متنوعه. لا وانت شايف ان هو يقدر يحل لك المشاكل دي كلها. ارجو ان اصابه الشناوي ما تطولش، والنهارده ابو جبل لازم يحيي هذا الامر. صحيح، انت راجل قاعد وساعه ما تنزل جاهز وعندك ثقتك في نفسك وتديني اللي انا طالبه منك. توصلني لضربات الجزاء زي زميلك، واختبرت في واحده صعبه، وبعدين تصد لنا ضربه مش مطلوب منك اكتر من كده. ايوه. الشناوي لو كمل المباراه هو رجل المباراه بلا منازع. لكن هذه المباراه ايضا قدمت لنا يعني انصاف لواحد محتاجين انه كان يحدث يعني قناعه به من الراي العام، زي النني اتعرض لهجوم كتير، هو رجل المباراه. اللي فاتت ناس كتير، كل الفرقه كانت بشكل عام. وهنا بنقول ايه، في مباريات بشرط ان الكوتش يلبس اللي يعني يلبس اليمين والشمال في مكانه، يعدلها وتبقى بقى الملعب دي مباراه لعيبه. مباراه الكوت ديفوار كانت مباراه لعيبه، محمد صلاح وزملائه كانوا عند الموعد، وعدوا فاوفوا، محدش ادخر نقطه عرق مهما اختلفنا في التقييمات، لكن كل الناس كانت بتدافع ازاي، بتهاجم ازاي، بتجري ازاي، عايزه تعمل حاجه. محمد صلاح واحده من افضل مبارياته. استاذ ابراهيم محدش بيلوم حد عامل اللي عليه ابدا. اعمل اللي عليك سواء كوتش، تصريحات الجهاز الفني، التصريحات الكباتن بتاعتك، كل كلمه طالما بتتعامل مع راي عام قاعد همه الوحيد انه يقيمك، خلي بالك من كل صغيره وكبيره. فانا يعني شايف ان المباراه طبعا الكوت ديفوار كانت افضل مباراه لينا، مش عايزه مناقشه يعني. طبعا وتاتي، وكنا نقدر نكسبها في الوقت الاصلي او كان لازم نكسبها في الوقت الاصلي. أي. لكن ما زال برضه التحكيم عمال يدي لكل الناس حقها، اللي احنا كل ماتش ليك ضربه جزاء ما بتاخدهاش. انا ارجو ان المباراه الجايه، ومن المفارقات ان يعني مصر والمغرب نازلين في فندق واحد. ايوه. واللعيبه مندمجه ومنصهره وفي تناغم وفي حاله من الود والتواصل من قبل الوصول في هذه المواجهه. نرجو ان يستمر هذا التواصل حتى بعد هذه المواجهه ايا كانت النتيجه، ويبان ده في ارض الملعب من خلال تصرفات وسلوك اللاعبين. لكن نرجو ان فريقنا ما يعتبرش انه عمل اللي عليه، لان انا خايف من حاجه واحده يا استاذ ابراهيم. ايه الحفاوه اللي احنا عاملينها دي؟ يا جماعه في ايه؟ حلو، انت عارف ده معناه ايه؟ ان احنا كنا راميين طوبه الماتش. طب مين اللي وصلنا لهذا الشعور؟ ما هو عدم ثقتك في ان الجهاز الفني عارف يوظف اللعيبه. وهنا باتي للتوظيف، مش جداره. الناس اللي عماله تمني علينا تقول احنا كنا شايفين الجداره، كلنا كنا شايفين الجداره، وهو ده اللي كان بالظبط مزعلنا. ده بالظبط اللي كان مزعلنا، ان فريقنا لو لعبت بالشكل السليم نستطيع، او كل واحد في مكانه، لا عندنا امكانيات ننافس لحد النهايه. لكن انت كنت حرمنا من هذا الشعور، فلذلك جاءت المبالغه عندما قدم الكوت ديفوار افضل مباراه امام الجزائر بنتيجه ثقيله يصل الينا، وانت عمال بتتحسس هعمل ايه مع الفرق دي. والحقيقه على فكره ده نفس المعنى اللي انا سمعته من الكابتن احمد شوبير، اللي بالمناسبه بنقول له الف سلام عليك. من الكورونا كابتن شوبير بيعاني من اصابه خفيفه بظروف كورونا بتخليه ما بيقدرش يطلع هوا في التلفزيون، لكن البرنامج الصباحي بتاعه في الاذاعه تقريبا بيعمله من خلال التليفون، فمتواصل في اداء رسالته ودوره في المعنى اللي المهندس عدلي بيتكلم عليه، انه يعني حتى الفكره عن ان انت بتلاعب الناس في اماكنها الصح، فبيجي لك المردود الكويس
بالشكل الإيجابي. كابتن أحمد شوبير بنقول لك ألف ألف سلامة عليك كواحد من أهم إن لم يكن أهم الإعلاميين الرياضيين اللي بيمتعوا الساحة الرياضية الحياة، شفاه الله وعافاه. على فكرة بمناسبة كابتن شوبير يا باشمهندس، أنا فاجئني بحاجة، قال يا جماعة في حتة الاستفتاءات أرجوكم طلعوني بره، أرجوكم ما تطرحونيش للتصويت. وقال لك أنا بطلب من كتير من الزملاء اللي بيجروا مثل هذه الاستفتاءات إنه ما يحطونيش أبدا في أي تصويت أو أي استفتاء، تقديرا منه إنه بيأدي دوره. فتحت الموضوع ده لأن أنا متضامن مع هذا المنطق تماما، ومش مقتنع بعملية الاستفتاءات، وخصوصا اللي بتبقى كلها عبارة عن اللي له علاقات أقوى، اللي له أهداف أبعد، اللي الرعاة عايزين يوصلوه بيوصلوه، ما هيش العملية الشفافة قوي. ولذلك أنا برضو فوجئت إن ملك وكتابة محطوط، ما تمنيتش هذا الكلام. أيوه. لأني عارف إحنا ناس بنعمل البرنامج وسلام عليكم وبنأدي دورنا ولا سننا بيسمح بالتواصل مع الأجيال بتاعة السوشيال ميديا، ولا هتاخد النتيجة اللي أنت شايفها. يعني أنت لو في جهة فنية عليا إعلامية بتقايم ممكن، ولو إني برضو أنا ضد الاستفتاءات. الاستفتاءات بتدل على مدى تواصلك وتفاعلك مع قاعدتك، مش مدى الجدارة، مدى التواصل. حتى في بعض الناس زعلانة من النتيجة دي، كانوا شايفين انهم يستحقوا افضل. لكن وهذا هو، اذا كنت انت شايف ان يعني انا لما اقول لك استاذ ابراهيم لا اصل الاستفتاءات دي بيحصل فيها كذا، طب يجوز انا بعمل كده. يعني انا عايز اقول ايه، اللي بيهتم قوي الخطوره فين؟ انك ترضخ لمعايير الترند او انك توصل للناس ازاي، فتبتدي تتنازع عن بعض قناعاتك الشخصيه في مقابل انك تسمع الناس اللي عايزين يسمعوه، انك تعمل للناس عايزين يشوفوه، وبتبقى حاجات مصنوعه في الغالب. يعني هنا قد يكون اهتمامك بالاستفتاء على حساب مصداقيتك. انسى الموضوع وسيب الناس تقيمك انت، خلاص الناس بتقابلك بتقول لك ايه، بتقيمك ازاي، بتسمع ازاي، اللي بيتابعك بيتابعك. الرساله والتاثير اهم. خليك صادق امام الشاشه، خليك انت ما تكونش حد تاني، وسيب على الله. وهو يعني انت بتقول ساعات لفظ بيعجبني، يعني ساعات. طيب، ان القمه في احيانا مش ضروري تكون مدببه. هي مش مدببه عمرها. قمه النجاح مش مدببه، يجلس عليها الكثيرون. ممكن الناس يشوف هو لازم يبقى احسن واحد، جبتها ازاي؟ طب ما انما ممكن تقول ده وده 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 من احسن الناس، وهي الوان مختلفه. يعني واللي الجمهور نفسه وعلى رأيك والجماهير بتتحيز لأبنائها كده. فخلينا نتحيز لمصداقيتنا ولاحترامنا لذاتنا، وما نرضخش أو ما ننغمسش بفكرة إن إحنا يعني وضعنا إيه في الاستفتاء. ده كان كابتن شوبير الحقيقة. أنا موافق تماما. وبنقول له ألف ألف سلامة عليك، وترجع إن شاء الله لطلتك على الشاشة في أحسن صحة وعافية، هو وكل من أصيب بهذا المرض اللي بنتمنى لهم كل الشفاء إن شاء الله. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف رابطة الدروس المستفادة. أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة برغم كل هذه الظروف الصعبة اللي أنا كنت بسأل المهندس عدلي فيها من البداية، هو إيه وجه الغرابة الشديد قوي في أنه الإصابات بتستهدف لعيبة الأهلي حتى اللي في المنتخبات التانية؟ يعني علي معلول مع منتخب تونس هو اللي تجيله كورونا ويبعد الفترة اللي فاتت، بدر بنون مع المنتخب المغربي يصاب بالتهاب على عضلة القلب بتداعيات كورونا ثم يتم إبعاده من قائمة البطولة على الإطلاق، أكرم توفيق في النادي مع منتخب مصر يصاب قطع في الرباط الصليبي. إصابات مؤثرة في توقيتات حرجة جدا، عشان كده كانت بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بطولة مفيدة جدا. حبينا نقف عن كثير من التفاصيل اللي فيها بعضمة لسانه رابطة الدروس المستفادة. النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة فيها كتير من الدروس المستفادة، لعل الدرس الأول منها لأول مرة جمهور النادي الأهلي الكبير اللي فطم على حب البطولة
يقتنع دايما ان الاهلي لو دخل اي بطوله عنده الهدف الاساسي المنافسه على الفوز بيها. ربما كان الراي العام بين جماهير النادي الاهلي على قناعه بانه هذه البطوله ليس المستهدف منها كاس البطوله بقدر الدروس او الفوائد اللي انا ممكن اجنيها من وراء هذه البطوله. كانت الفكره في الاول مفيده واشدنا قلنا ان البطوله جت في ميعادها لكثير من الانديه واكثر مستفيدين الاهلي عندما خاض التجربه ليكتشف مجموعه من الناشئين ويتناغم معهم، وان كنا واستطاع من خلالها ان يقدم مثلا واحد زي عمار حمدي في احسن حالاته، وان حاول حسام ولكن اصيب صلاح محسن، وابتدى بهاني وبعدين خاف عليهم الاصابات فارجى اشراكه ولا جاله كورونا انا مش عارف، فجأة لعب أول ماتش وبعد كده ما لعبش. فاللي أنا عايز أقوله خاف عليه. خاف عليه. ربما أشوف ده طبيعي. لكن زي ما قلت لك ما نحطش العربية قدام الحصان ونقول بنجرب لأن ما فيش وقت. التوقيت اللي إحنا فيه ده. يعني التشكيل الذي بدأ النهاردة المباراة أنا كنت متخوف جدا جدا من فكرة إن طب اقعدوا كلكم وتعالوا كلكم. الناشئين اللي اتهرسوا وادعكوا وفي قمه حماسهم وتدفقهم البدني ولقوا الايقاع كل ماتش بيلعبوه احسن من الثاني. احلى شوط اتلعب الشوط الثاني امام المقاولون العرب حاجه مبدعه جدا في هذه المجموعه، كان مقنع جدا. ولكن فجاه طب اقعدوا كلكم، طب ليه نبتدي كلنا وليه نقعد كلنا؟ ده اللي انا مش عارف استوعبه. طيب خفت من دي جدا لان اخر مباراه يا استاذ ابراهيم لعبناها بالفريق الاول يوم 26 ديسمبر من شهر فديت 12 يوم اجازه، انا كنت قلقان من وقلت هو 24 يوم هيقضوا وان احنا نستعد من جديد، فاكتشفت انه مش 24 يوم ولا حاجه، الفريق اللي انت مسجله في كاس العالم للانديه بخلاف الدوليين ده انت اول نص المده اول 14 يوم او 10 او 12 يوم ما كانش معاك. قعد 12 يوم اجازه راحه كامله رجع بعضهم عنده كورونا فهمنا، طب نستنى لما يخفوا ويقعدوا 3 4 ايام ويرجعوا بالتدريج. في لعيبه كان ممكن يجازوا، يعني استغربت ان حسين الشحات، استغربت ان قفشه، استغربت ان ياسر، استغربت ان احمد عبد القادر بعد ما خاف كانوا لازم يخشوا مع الولاد اللي هم في فوره الحاله البدنيه عشان نشيل بعض، انا اشيلك بخبرتي وانت تشيلني بمجهودك لحد انا ما اوصل لمجهودك تكون انت خدت الخبره فنخش مع بعض. تقوم تعاد كل دول والعب كمان بنفس الفكره العربيه قدام الحصان والشمال واليمين. يعني احنا زعلانين ان محمد عبد المنعم باك رايت وزعلانين ان صلاح سنتر فيرود ومحمد مصطفى محمد وينج رايت واللخبطه دي. طب انا جبت طاهر لعبه باك رايت، هو طب اصل انا في الحاجات دي يا استاذ ابراهيم احط نفسي مكان اللعيب برضه. هو طاهر النهارده عشان يتعود يلعب باك رايت هياخد وقت قد ايه؟ هياخد وقت قد ايه؟ يعني التوقيت تعرف لو عندي شهر او انا مجربه من اول البطوله بقى جربه باك رايت فيبقى الثلاث ماتشات اللي فاتوا عرفت هو ينفع ولا ما ينفعش. انا معاه ان البطوله دي استثمرها في ان هو يشوف هعمل ايه في كاس العالم للانديه وعوض البدلاء دي ازاي، بس كل مباراه ليها قيمتها لان انا ما عنديش خلاص ماتشات تانية او ماتش واحد اللي فاضل او حاجه زي كده. لكن يبقى ظاهرة أهلي زمالك بيراميد مصري اللي هم الفرق الأربعة. أهلي زمالك وبيراميد اللي مصنفين مستوى أول على رؤوس الثلاث مجموعات مش كده بس هم المتصدرين الدوري والمصري السنة اللي فاتت هو الرابع. الأربعة أوت يعني مش أوت ده في اللحظة دي هم متزيلين المجموعات فده له معنى برضو ان مع ان كل الفرقه الثانيه لعيبه الاساسيين بتوعها
وانت النهارده لعبت الاساسي بتاعك، بس اللي جاء اللي قاعد في البيت ما كانش جاهز. اه يعني انت مش جاهز، وبعضهم مش في مركزه. ايوه انا اتلخبط، لكن ارجع تاني لان انا من مدرسه ان الكوتش يعني المفروض انه ادرى واحد بفرقته، وارجو انه يكون عارف هو بيعمل ايه بالظبط، وعارف ان التسعة ايام اللي فاضلين دول كافيين انه يعدل الحال الميل واصل له دول لذروه اللياقه البدنيه. اللعيبه كانت محتاجه راحه، اه محتاجه، لكن كانت محتاجاها بالطريقه دي، المفروض هو الاجابه عنده، وان هو ادرى مننا. هو نفسه اجدد ما جددش، المواضيع دي يجب تنتهي وفورا علشان نقدر نروح بشكل يعني بشكل النادي الاهلي على قدر الامكان يعني. طيب ليه الاهلي خسر من سموحه بثلاثه؟ ان الاهلي يخسر مباراه في حد ذاتها دي نتيجه مش طبيعيه، يعني مش من الطبيعي ابدا المعتاد ان الاهلي يخسر مباراه، دي من الحاجات القليله جدا، ولما يخسر 3-0 لا دي مساله مش من الطبيعيه خالص. الاسباب الفنيه المنطقيه الطبيعيه اللي موجوده انه دي لعيبه راجعه من راحه فتره طويله، الكوتش عنده برنامج لتاهيل هؤلاء اللاعبين واعاده تجهيزهم بدنيا وذهنيا عشان يخشوا في فورمه المباريات قبل السفر لابو ظبي يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله، ما عندوش الا فرصه يوم الاحد المباراه الاخيره اللي هيلعبها مع البنك الاهلي قبل السفر. فبالتالي الفكره على او التعويل على انه الجزئيه البدنيه والذهنيه محتاجه وقت، اه محتاجه وقت، عنده برنامج اكيد، الراجل عنده خطه لاعداد اللاعبين في التوقيت المناسب قبل البطوله. لكن احنا هنتكلم بلسان مستر بيتسو موسيماني ليه؟ ما نسمعه هو نفسه بعد المباراة رؤيته الشخصية ايه؟ كويس، لكن هو طبعا انتاجهم البدني في الماتش مش قادرين، بس prepare for the World Cup. لازم طبعا نعدهم عشان كأس العالم. And they have to get a game like this. ولازم في مباراة زي دي يلعبوها. Of a team that's very ready. يكون فريق جاهز جدا ودافع جدا. Physically strong. بدنيا أقوياء قدامنا. And you must know when you come from Corona you lose weight. The Kader lost 5 kilos. يا جاي من كورونا معظمهم خس 3 كيلوز. عبد القادر 5 كيلو خس وطه 3 كيلو. It's not an excuse. ده مش عذر طبعا. They are not ready. You can see. هم مش جاهزين زي ما انتم شايفين، مش جاهزين. They're not ready. You know, and we're busy losing players in the Cup of Nations. برضه في لعيبه مش معانا موجودين في بطوله افريقيا، يعني فاقدينهم مع منتخب مصر. We lost 2 yesterday. وفي اثنين فقدناهم. شناوي وحمدي حمدي. اتصابوا. So and I have to protect what I have here. فلازم احمي احافظ على الموجودين دلوقتي معايا. It's a difficult situation. موقف صعب طبعا. You know, they have a difficult situation. They come from Arab Cup. جايين من كاس العرب. Players are overloaded. لعيبه متحمله بدنيا. Cup of Nations. وكان بطوله افريقيا. Corona. كورونا حالات كورونا. We are in a difficult space. في موقف صعب. But we have 9 days. Still. بس قدامنا 9 ايام لسه. ان شاء الله they'll come back. ان شاء الله few more days. ان شاء الله شويه they'll be okay, they'll be back. كمان كم يوم ان شاء الله ممكن. And Pesci also come from Corona. وبس برضه. لويس كان برضه كورونا. اذا زي ما توقعنا هو الراجل خاف على الباقي. ما عندوش استعداد يخسر عنصر واحد. لكن في نفس الوقت الديفيكالت سيتويشن او الموقف الصعب اللي هو عبر عنه، احنا طب انا هخاف عليهم، طب ازاي هيستعدوا؟ لازم عايزين ماتشات. طب لما بيلعبوا ماتشات ما هو خسر عمار في كادمه، وخسر صلاح محسن في عمليه، وخسر ناس في الكورونا، وعمال كل ماتش ما فيش حد بيطلع، يعني عمليه مرعبه جدا جدا جدا. نتمنى، هو بيقول 9 ايام اللي جايه باذن الله نقدر يعني يلم الامور بالشكل البدني والفني المطلوب، لكن اهو يعني هيرجع لك ديانج، ارجو انه يوصل بالسلامه بعد خروج مالي، ما يبقاش عنده كورونا ولا حاجه بقى اخر. وربي ربنا طمنا على الاثنين المهمين جدا، حمدي فتحي والشناوي يحافظ على المتبقي. ايمن اشرف بقى أيمن وشريف، ايمن اشرف وسلية وشريف ثلاثة. عموما اعتقد باذن الله تعالى منتخب مصر يتاهل بعد مباراه المغرب يوم الاحد ان شاء الله، ويصعد للسيمي فاينل. وصعوده للسيمي فاينل معناها انه مستر بيتسو موسيماني عليه ان هو يعد العده للبدايل فنيه غير اللي هيكونوا او غير العناصر الاربعه الاساسيين اللي المهندس عدلي ذكرهم اللي هيكونوا مع المنتخب. خلاص اكرم توفيق خرج بره الحسبه بالنسبه للاثنين، احنا بنتكلم في الشناوي، بنتكلم في ايمن اشرف، وبنتكلم
في عمرو السوليه وبنتكلم في محمد شريف، دي العناصر المهمه، وحمدي فتحي، دي العناصر المهمه الدوليه اللي موجوده دلوقتي. منتخب مصر باذن الله يتجاوز المغرب ويروح للسيمي فاينل، على مستر بيتسو موسيماني انه يعد العده للبدايل عن هذه العناصر الخمسه المهمه. عشان كده فكره انه كان يلعب بطوله كاس الرابطه في الجزء الاول بعدد من الناشئين كانت مساله مهمه لاستكشاف دول. ثم لما يجي يلعب النهارده مباراه سموحه بالقوى الاساسيه المتاحه اللي موجوده هدفها التجهيز البدني لدول. بس هل كان الافضل يلعب مباراه وديه عشان يجهز الناقهين العائدين دول، ولا يعتمد على مباراه في كاس الرابطه؟ كان راي مهم للدكتور طه اسماعيل في الجزئيه دي نشوفه. احنا ما بنعترضش على انها مباراه تجريبيه، بس اي مباراه بتلعبها لازم بلعبها تحت مبدا بلاي تو وين، بلعب عشان اكسب. اي مباراه بلعبها، مفيش مباراه بلعبها هزل، بلعبها عشان اكسب. قدرت اكسب اتكلم بيها، ما قدرتش مفيش مشكله، بس انا عندي نيتي ان انا اكسب. طيب علشان العب مباراه تحضيريه يبقى لازم احط الناس في اماكنها المظبوطه، والعب بالتشكيل القريب يبقى فيه نوع من الانسجام في الاداء ومعقوليه في الخطوط وبعضها. انما ما اعمل تشكيله احط الناس كلها عشان تنزل تلعب، بعمل تقسيم احسن ما العبش ماتش. يعني كل اعمل تقسيمه مع النادي لوحده مع بعضهم، يلعبوا كل واحد في اي حته مراكز، مجرد يعني جاست باسنج جيم وان ممكن. انما اما العب مباراه مع فرقه ومحسوب عليا ان دي مباراه رسميه بشكل او باخر، حتى لو وديه، انما محسوب عليا ان انا بلعب ضد فريق اخر ومش عايز اخسر منه، لازم يبقى منظم نفسي بشكل كويس. والا ما العبش، العب ليه طيب؟ اذا كنت انا بلعب ومش هممني ان انا اخسر ثلاثه، يبقى انت ما كنتش العب مباراه وديه خالص، ولا اشترك العب بالاشبال زي ما عملت قبل كده، ما دخلش دول بقى. انما ادخل دول ادخلهم بنظام، بمعنى انه نفس التشكيل ده بس احط في بعض المراكز بعض الاولاد الصغيرين اللي بانوا بمظهر كويس، بحيث يبقى في توازن. يعني دي طبعا وجهه نظر الدكتور طه، واتفاقي واختلافي معاه أنا تقريبا مش مختلف، غير في ان لا مش عايز اخدها مباراه، يعني ان لازم اكسبها لكن استفيد منها، لازم استفيد منها. النهارده يعني الثمن مش متوقع، ومش عارف مدى الاستفاده منها. برضو مستر موسيماني هو صاحب الحق يقول لنا استفاد ايه من المباراه دي، ولو انه مؤكد هيكون استفاد حاجات يا استاذ ابراهيم، اهمها ما عملش كده. صحيح، هو ده الدرس كمان، لانه انا بتكلم على ما عنديش رفاهيه الوقت، ما عنديش متسع من الوقت اقدر اجرب زي مستر كيروش. احنا كان اعتراضنا على انه هو انت عندك وقت يا خواجه ولا عندك عدد كافي من الماتشات تعمل التباديل والتوفيق ديت؟ لا كيروش، انت بتبدل وتغير في مباراه رسميه، يعني بتختبر مصطفى محمد كجناح، وبتختبر محمد صلاح كراس حربه، وبتختبر ايمن اشرف في نص الملعب، وبتختبر محمد عبد المنعم باك رايت، وتريزيجيه صانع لعب، كلها في غير اماكنها وغير قدراتها وغير حتى اللي حفظهم للمهام بتاعتهم. ده مش وقته وفي مباراه رسميه. فعشان كده كان الاعتراض النهارده للدكتور طه اسماعيل بيتكلم عليه، هو في وقت ان انا ابدا اعمل طريقه بعناصر مختلفه في غير اماكنها، ومدرب النادي غير مدرب المنتخب، مدرب النادي حافظ قدرات لعيبته وعارف اتساع القماشه بتاعت كل لاعب تدي فين، فبالتالي ممكن اجرب وممكن اغير في تقسيمه في مباراه وديه، لكن ما عنديش عنصر وقت وهدف ان انا ارجع اللعيبه دي للحاله البدنيه والذهنيه اللي كانت عليها، يبقى احط كل واحد في مكانه. لكن هو ليه سموحه كسب ثلاثه؟ ده مش بسبب سموحه، ده السبب اللي قاله كابتن محمد عمر. يعني انا عايز بس اقول اللي ساعد سموحه على الفوز هو طريقه لعب النادي الاهلي، انه لعب ثلاثه ورا. الثلاثه اللي ورا دي معناها ما فيش عمق دفاعي، بل كمان فيهم واحد الظهير الايمن اصلا مش ظهير اللي هو طاهر محمد طاهر. صحيح. وبيلعب قصاد اخطر لعيب في سموحه اللي هو عبد الكبير الوادي، اللي استغل ظهر طاهر محمد طاهر احسن استغلال وجاب هدفين، لان كان في مساحات كتيره بيتحرك فيها مع سرعه هجمات مرتده. يعني نمره اتنين الحقيقه وسط الملعب اللي كلنا اتكلمنا فيه بالنسبه للنادي الاهلي، ما فيهوش اي حد بيدافع، وبالتالي بمنتهى البساطه كان الشوط الاولاني محمد عبد العاطي بيتحرك وبيخترق من العمق بل وسجل،
فكانت الامور سهله وبسيطه. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، حتى النادي الاهلي في الفرص اللي ضاعت منه لميكيسوني بالذات هدفين سهلين جدا، اتعمل كرات عرضيه كتيره جدا، بس لمين؟ مفيش لعيب صندوق موجود مهاجم قوي بيلعب بدماغه، فده من الحاجات برضو اللي اثرت على هجوم النادي الاهلي رغم سيطرته حتى الشوط الثاني بنسبه 62% مقابل 38%. لا. لكن بدون فعاليه او بدون خطوره تذكر يعني. طيب ما احنا مفيش كلام يقال، لانه هو كله تقريبا ماشي في نفس الاطار، ان الطريقه اللي لعب بيها الاهلي والاسلوب. لكن طبعا مؤكد ان موسيماني ما كانش عايز يخسر ثلاثه، لكن في نفس الوقت بيجرب، ما كانش فارقه معاه قوي نتيجه المباراه يعني. لكن احنا بتؤلمنا، احنا ما تعودناش على كده وخايفين من اللي جاي. هيبان بقى يعني، هعتبرها تجربه بسلبياتها قد نستفيد منها، لكن ما نقدرش نتحمل تكرار المشهد ده في التجربه القادمه. الحقيقه برضو عطفا على كلام الكابتن محمد عمر، هو اتكلم على انه جزئيه 3 4 3 مع النادي الاهلي ما كانتش مناسبه. هو مستر بيتس موسيماني اول حد عملها واستخدم فيها حمدي فتحي في المباريات الكبيره، مش بالضروره ان دي الطريقه اللي هيلعب بيها في كل المباريات. هي بيقدر يامن بيها بورقه حمدي فتحي، لكن الاعتماد الاساسي فيها اللي ما كانش موجود النهارده الاثنين الديفندرز اللي في نص الملعب، لانه اللي نجح هذه الطريقه في المباريات الكبيره وجود ديانج وعمرو السوليه. اثنين ديفندرز جامدين جدا، قدراتهم متنوعه، ستة بيقدر يكون 8 و8 بيقدر يكون 10 كمان، فبالتالي بيخلي حمدي فتحي في الموقف الهجومي بيتقدم لنص الملعب، وديانج وعمرو السوليه بيزيدوا لقدام، والسيرد باكين بيفتحوا على الجناب. انت النهارده السيرد باكين مش موجودين، الاثنين الديفندرز ديانج والسوليه مش موجودين، بل مش موجوده بدايل ليهم. يعني انت بعد اكرم وبعد عمرو السوليه وبعد اليو ديانج وبعد حمدي فتحي ما عندكش هاف ديفندرز خامس، انت بتتكلم في اربع لعيبه في مكان واحد ومش موجودين. فبالتالي الاعتماد على نفس الطريقه في عدم وجود البدايل او العناصر اللي تنجح الطريقه هو ده اللي عمل شكل البوابه المفتوحه، فكان نص الملعب بوابه مفتوحه الكل رايح من خلالها. لما كان بتلعب بالناشئين كان ثمه شيء في الشباب، ناحيه بدنيه حاده جدا والحماسه ورغبه شديده جدا، وكنا بنشوفهم دوافع كبيره ودوافع وكل عايز. فانا متاكد ان اكتر الناس سعاده بتشكيل الاهلي النهارده كان الكابتن احمد سامي. كان شايل هم انه يقابل هذا الشباب المتحمس. لكن كمان سعدت، مش بس كده، انت سعدت انك حطيت طاهر احمد طاهر محمد طاهر باك رايت. طبعا مؤكد هو كان في ذهنه حاجه، عايز يطلع بمكسب واحد او اثنين من هذه المباراه يعني. ارجو ان يكون لقى هذه المكاسب، وزي ما قلت لك خلينا في اللي جاي، مش وقت الـ يعني. وكويس انها بتحصل في حاجه زي كده، بطوله رسميه وديه يعني تخلينا نخلي بالنا. بس انا عايز اقف هنا عند نقطه استاذ ابراهيم، والله انا بتشائم جدا من التحفيل. من التحفيل. انا عايز اقول للشباب كلنا والهيصه اللي بتتعمل يعني الناس حفلت على الزمالك لما خسر ثلاثه من المحل بفريقه. ادي خسرت ثلاثه بفريقك. وانا بحفل لازم افتكر ان بكره ممكن ادفع نفس الثمن. وان ده سلوك حتى والعكس. يعني مش صحيح. والعكس. لان كره القدم افقدناها ميزتها انها لعبه للامتاع مش للاوجاع. حلوه دي. احنا عملناها لعبه موجعه. كل فرقه خايفه من كل ماتش عشان هيتحفل عليها، من اللي هيحصل لها. مش من الماتش نفسه. ايوه. ما احنا لو خدنا ان دي كوره نستفيد منها ويمن هكذا ويمن. يوم لك ويوم عليك. الدنيا هناخد من الكوره متعتها، انما ناخد منها عذابها مش عايزين. ده كلام مهم. ده كلام مهم قوي، لانه برضو في هزايم او في نتائج الاخرين الدنيا بتزيد عن الحد قوي، وبتبقى موجعه حتى للطرف الثاني وما فيهاش شيء من هو خسران وزعلان ضايقه اكتر. يعني
كلام مش وجيه وعلى ده مناسبته الحقيقه. يعني يا جماعه تقبلوا النتائج على على محمل ان دي رياضه. وانك انت لو في هذا الموقف هتحس ايه؟ انت استفدت ايه من التحفيل؟ هل انت بتلعب كره القدم عشان تضايق اللي قدامك ولا انت عشان تستمتع؟ انا بالزبط. عايز استمتع بفرقتي. بالظبط. انا كنت استنى فرقه الاهلي عشان استمتع. مش عشان اخرج منها بحاجه اضايق بيها اللي قدامي. بس. طيب اللوم على مين؟ على قفشه ولا على احمد عبد القادر ولا على مين؟ نشوف راي العميد احمد حسن. احنا من اول ما شفنا تشكيل تشكيل النادي الاهلي من الاول واحنا كلنا حطينا يعني في التشكيل يعني حتى دكتور قعد يبص كده ويقول فانا قلت لك هو حتى راجل بيلعب بطاقيه 4-6 او 4-0-6 4-0-6 مش كده؟ صحيح. طيب يعني نص الملعب انت عندك زيرو مفيش وده الدليل اللي احنا شفناه في الماتش. لا هو كان ممكن يلعب بنفس الشكل اللي هو لعب بيه او بالتشكيل اللي هو لعب بيه بس يختار الاماكن الصح للعيبه مش مجرد ان انا بحط 11 لعيب مش مهم بقى ده بيلعب فين ده بيلعب فين ده بيلعب فين لان في منطق المنطق مش موجود. انت بتلعب بطاهر محمد طاهر وبتلعب بقفشه ده انا لما اوريك الاهداف دلوقتي هوريك كويس في ناس هي عندها الملكه ان هي بتعرف تغطي بتعرف تقفل لا قفشه عنده الملكه دي ولا احمد عبد القادر عنده الملكه دي فانا ما لومش عليهم انا لوم على مسوماني اللي حطهم في المكان ده لان هو النهارده مدير فني هتقول لي العب في المكان ده هلعب بس هتاخد مني ايه؟ خلاص ما هو تكرار الامر نفس الكلام الناس مش في اماكنها تجربه وجايبه مضار للنار ما هماش جاهزين بدنيا وفي احسن وضع يعني وما تعودوش يلعبوا مع بعض بالطريقه دي مقبول او قد تلتمس العذر للعيبه ولكن انا بقول الحمد لله ان الحاجات دي بتجيلنا في الحاجات اللي ما تفرقش ولكنها بتقلقنا على اللي جاي فلما لو لقينا الامور بيتم تداركها في اللي جاي خلاص ماتش عدى يعني. طيب عشان نطمنكم بقى على محمد الشناوي يمكن زميلنا العزيز الاستاذ اسامه اسماعيل المدير الاعلامي لاتحاد الكره اللي موجود مع البعثه في ويندي افادنا انه الشناوي بدا النهارده بعد الاشعه الاخيره اللي اتعملت له تنفيذ برنامج تاهيلي خاص بيه علشان يرجع بسرعه بياكد على انه التشخيص الدقيق شد في العضله الخلفيه فقط المساله ممكن ما تحتاجش وقت كتير تتوقف على مدى الاستجابه الشناوي من نفسه قال انه ارضيه الملعب نفسها السيئه جدا ساهمت في الاصابه بتاعته وانه اول ما حس بيها طلب التبديل لانه كانت واضحه جدا بالنسبه له لكن بياكد على انه الشناوي معنوياته جيده جدا فرص ان هو ان شاء الله تعالى يتم تجهيزه في اسرع وقت ده موجود حسب درجه استجابته والعضله باذن الله للبرنامج العلاجي التاهيلي اللي بنتمنى له يا رب منه سرعه الشفاء والعوده باذن الله. هنا لازم احيي الشناوي. لانه الشناوي كان بالمباراه اللي قدمها مرشح ان يكون رجل المباراه وهو واخد احسن حارس في الدور الاول في الدور الاول مؤكد لو كان قال لك ما تحمل على نفسي عشان ما اضيعش على نفسي المكاسب دي كانت محتمل تتفاقم معاه هو كان امين جدا مع نفسه ومع المنتخب ومعانا انه لما قلق ستوب واضحه اهي حتى لما شاور قال ان انا عايز اغير ودي بس لازم تاخدنا هي نفس الاصابه بتاعت الشناوي المتكرره ولا ايه عشان نشوف سببها لازم سببها جذريا يعالج ونتمنى ان الشناوي اكتر واحد يقدر يحافظ على نفسه وطبعا مش محتاج يثبت حاجه لحد خلاص الشناوي في حته ويكفي المشهد الجميل اللي بين اللعيبه وبعضها وعلاقته بزمايله هنشوفها وعلاقه زمايله بيه ونظرتهم اليه نتمنى له الشفاء يا رب ان شاء الله لكن المهندس عدي اثار قضيه مهمه جدا من شويه في قضيه علاقه الجماهير ببعضيها وان كره القدم يا جماعه للمتعه كره القدم للمتعه ما تنفعش تتحول لهذا القدر من التحفيل والتعذيب بين الجماهير مع بعضيها خاصه ان احنا في مسابقه واحده وفي بلد واحده وفي اجواء واحده وكفايه حتى المنتخب يجمع الناس كلها حواليه علاقات الناس مع بعضيها في قمه الاحترام والتقدير هي لولاش بس بعض الظواهر السلبيه والاصوات الزاعقه الدخيله على الوسط الرياضي اللي احدثت كل هذه الانشقاقات لكن حقيقه الامر شوفوا علاقه اللعيبه الكبيره والنجوم الكبار ومسؤولي الانديه الشعبيه مع بعضهم عامله ازاي انا بتكلم على علاقه الاهلي بكل الانديه الشعبيه وعلى راسهم نادي الزمالك الكبير
شوفوا الكابتن أشرف قاسم في الظروف الصحية الصعبة اللي بيمر بيها واللي بنتمنى له يا رب سرعة وتمام الشفاء بيها بإذن الله، اهتمام الكابتن محمود الخطيب بيه، وبمجرد ما عرف كلم أشرف، بل تاني يوم راح زار أشرف قاسم في البيت، وده كان له مردود كبير عند الكابتن أشرف قاسم في إحساسه بتقدير الكابتن محمود الخطيب. ودي رسالة، رسالة من هذه التصرفات وهذه العلاقات لكل الجماهير، لازم نحترم بعض، لازم نحب بعض، لازم كل واحد هو بيشجع فرقته وبيتمنى نجاح فرقته يحترم المنافس، هي دي أصول الرياضة. وده رأي الكابتن أشرف قاسم. كابتن خطيب جالي النهاردة صراحة بعد صلاة الجمعة على طول، يعني أنا حتى امبارح ولما كلمني قلت له أنا هكون يعني ممكن ما اكونش متواجد في البيت، أنا هكون موجود عند بنتي، قال لي لا ما تتحركش إلا لما أجي لك. طبعا الكابتن خطيب والكباتن اللي موجودين عارفين ان انا كابتن خطيب بالنسبه لنا كاخ كبير قبل ما يكون رئيس النادي الاهلي، كان زميل ملعب في منتخب مصر، انا لعبت مع كابتن خطيب في منتخب مصر 4 سنوات، فيعني وجوده في زياره ليا النهارده طبعا ليه كل الشكر والاحترام والتقدير ان هو جه وانا اتشرفت بيه النهارده. وطبعا يعني اتكلمنا في موضوع المرض اللي عندي، لان هو برضه مر بظروف كانت صعبه جدا في خلال العمليات اللي عملها الفتره الاخيره دي، فكان بيديني خبراته في الناس اللي هو يعرفهم كدكاتره موجودين خارج مصر وكده، فانا بشكره طبعا جدا جدا من خلال حضرتك يعني. طيب دي فرصه ان الناس تعرف ان ما فيش حاجه اسمها يعني اهلي وزمالك وشد وجذب الاهلي. انت عارف حضرتك القرب اللي بين اللعيبه دلوقتي الكبار وبعضها هو مهم جدا، يعني موضوع ان انت تسال على زميل ليك كان متواجد معاك، احنا كنا بنقعد مع بعض في معسكرات اكتر ما بنقعد في بيوتنا. شوف كابتن اشرف قاسم لانه برنس، ايوه القرب اللي بين اللعيبه وبعضها، هو التعصب والتحفيل للاسف اما بيبقى على مستوى الجماهير من تحت ما بيزعجش قوي، لكن المشكله ان اتزق علينا في وسائل، في برامج رياضية أو في وسائل التواصل الاجتماعي بعض اللعيبة السابقين استفادوا من تجارة الكراهية أستاذ إبراهيم والتحفيل. بقى عارف إن هو عشان يشتغل لازم يحفل ولازم يبقى له جمهور معين فالناس تستضيفه وتجيبه، بل أنا بستغرب إن برنامج يتبني على أساس أجيب واحد زملكاوي واحد أهلاوي يغيظوا بعض حتى إعلاميين أو يغيظوا جماهير أو يلقحوا كلام أو يغيروا حقائق أو يفجروا قضايا هم عارفين فكرة نفسهم إنها محسومة. لما أنا أكون أنا لعيب أو مسؤول أو إعلامي أعمل كده هنا الخطورة، ويجب أن نتوقف شوية بقى هنا، أو يبقى برنامج فكاهي ويتقال لي ده برنامج مقصود منه غير حقيقي زي ما بيقولوا كده وفكاهي ونبسط الناس وناخده بدعابات كلنا. يعني انا عديلي زملكاوي كابتن احمد سيد وابنه اهلاوي، عمرنا ما عادنا قلنا لبعض الكلام يضايق بعض، ليه؟ بالعكس يعني تبارك لناس كتير، انا يعني في ناس اصحابي يباركوا لي على الاهلي وانا بارك لهم على الزمالك وخلصنا على كده. لكن لو احنا بقى شايلين هم بعض، استاذ ابراهيم المشهد بتاع التحفيل ده بيفكرني بالاصحاب قوي اللي بيلعبوا دومنا او كوتشينه في القهوه، فيفضل يغيظ في زميله اللي بيخسر، يغيظ في زميله لحد ما تتقلب خناقه، ممكن حد يأذي، مش يخسروا بعض، ده مره واحد موت واحد صاحبه من الغل والغيظ في حين هو بيلعب معاه عشان صاحبه، ده هو من دفات عليه. ايوه ونزله، ما تيجي نقعد على القهوه شويه، ما تيجي نتخانق يلا عشان نتخانق واموتك. هذا الكلام لا يمكن ان يكون مقبول في الرياضه، ومفهوم الرياضه السمو، بذل غايه الجهد، وليس عليك ادراك النجاح ولكن عليك السعي اليه. خد بالاسباب، خلاص انت بتكسب الاحترام، خد بالاسباب، وده اللي بنقوله احنا منتخبنا لما بياخد بالاسباب بنهنيه، لكن لما بيكسب وهو مش واخد بالاسباب بنتضايق وننتقد. صحيح، وده حصل، وكذلك في تقصير، وكذلك الانديه اللي بنحبها وننتمي اليها ناخد بالاسباب، الاسباب السليمه، امشي صح وكل واحد يعمل اللي عليه. ايوه خلاص مفيش غضاضه بقى، نتقبل كلنا اي شيء يحدث.
ولازم الكسبان بالذات الكسبان يطبطب على الخسران. انت سعيد ومبسوط ومنتشي وحقق اهدافك وهو متضايق، متضايق اكتر ليه؟ ايه الهدف من كده يعني؟ بس خدوا بالكم حاجه، ما هو ده ما بيجيش من فراغ، علشان بس ما نلومش الجمهور كمتلقي، لانه الجمهور في النهايه ضحيه مناخ. ضحيه مناخ الزملاء الاعلاميين اللي بيعتمدوا على اغاظه الطرف الاخر بهدف إثارة الاهتمام والبحث عن الترند ونسب المشاهدة، فيتسأل سؤال كل هدفه أنه يطلع منه بحتة تغيظ الطرف الثاني، هو ده السبب، لدرجة أنه يوصل الأمر لمقارنات مش في محلها. مين أحسن؟ هو يعني أنا بسأل سؤال على طول أو بتابع دايما وأبدا، وبين أسطورة الكرة في تاريخ مصر مش محمد صلاح؟ ويبان أن الهدف أن أنت عايز تمحي أي حد غير محمد صلاح، مع أنه يا أخي المسألة لا تحتمل أسطورة واحدة أو نجم فز واحد، كل واحد في عصره إدى وأعطى وأنجز ونجح ومعايير مختلفة، بمعايير وبظروفه وبوقته وبقدراته وإمكانات العصر اللي عاش فيه. ده كل حاجة اتغيرت، ده أنتوا لو تلاحظوا كل حاجة في الكرة بتتغير هتلاقوا أي حد بيقول مين أحسن ده جاهل، ده جاهل جاهل حقيقي بجد، لأنه يا جماعة ده الكرة اتغيرت، الكرة البول اللي بيلعبوا بيها اتغيرت، أرضيات الملاعب اتغيرت، التكتك. العلم اتغير، التغذية اتغيرت، التكتيك اتغير، الصحة اتغيرت، طرق اللعب اتغيرت، العلم والمدربين الأجانب والمصريين والمحليين اتغيرت، التحكيم قانون الكرة نفسه اتغير كتير، نمط التفوق أستاذ إبراهيم. فبالتالي يعني أرجوكوا وأنتوا بتسمعوا مين أحسن من مين، اعرفوا إن اللي بيطرح السؤال جاهل، جاهل بجد، لأنه ده غير منطقي وبيصير الناس ضد بعضيها. أنا لا يمكن أقارن، واحيانا تتم المقارنه في مركز غير المركز، هو مين احسن، حسن شحاته ولا الخطيب، والهدف اغاظة طرف على حساب طرف، ده جهل، ده جهل حقيقي حتى بالكوره، لانه ده راجل بيلعب في مكان وده راجل بيلعب في مكان، وده كان ادى كتير جدا. انت النهارده لما بتسال في الداخل في اللي بيلعبوا دلوقتي هو مين احسن، قفشه ولا جمال حمزه؟ يا عم جمال حمزه لعب وبطل وكان بيلعب في مكان غير اللي قفشه بيلعب فيه، ايه علاقة ده بده غير ان انت عايز تغيظ الطرف ده او تخدم الطرف ده؟ خدوا بالكم بقى من كل المقارنات اللي بتتسال. محمد صلاح نجم عالمي، محمد صلاح فخر لينا كلنا انه وصل لقمة المجد العالمي اللي كلنا بنقدمه نموذج وقدوة لكل الولاد. مفيش داعي ان انا لما اكون عايز اطرحه عايز ادلت او الغي حد غيره، كل واحد في عصره وفي وقته ادى ونجح، مش بالضرورة ارجوكوا قمة المجد مش مدببة يقدر يقعد عليها الكل في وقته وفي عصره وفي أوانه وفي ظروفه، لكن الهدف. والمهندس عدلي بيتكلم على ظواهر التحفيل ومشاعر الغضب اللي تبقى بين الجماهير وبعضها، خدوا بالكم انتوا اللي بتصنعوا السم، والله انتوا اللي بتصنعوا السم ده. إبراهيم في حاجة مهمة جدا، نمط المهارة. يعني زمان اللاعب المهاري هو اللي بيرقص، هو اللي عنده قدرة على الإمتاع، ورونالدينو ده أحرف لعيب ما كانش أحسن لعيب. ممكن رونالدو البرازيلي يقيم يجي قبليه، لكن ده أحرف لعيب. ميسي ورونالدو، كريستيان رونالدو، ده نوع وده نوع بالظبط. أنت بقى بتنقي النوع اللي يعجبك، بتقول ده أحسن واحد بالنسبة لك. أيوه، لكن ممكن مين افيد واحد لفرقته؟ ممكن يجي لك واحد زي محمد صلاح هو الافيد، واخد بالك؟ لكن لما نيجي نقارنه، زمان عبد الكريم صقر كان يقول لك رحمه الله عليه ده لعيب يقعد ينطق الكوره من جول لجول على دماغه ما تقعش منه ومحدش عارف يقطعها. دي كانت مهاره. مهاره بيقيم عليها بالظبط، واخد بالك؟ لكن الشاذلي ما كانش عنده الجماليات لكن اخطر فرود أو واحد من أعظم الفراودة في تاريخ، ما زال بقى الأرقام القياسية بالظبط باسمه. الدزوي بعكسه جسم ضعيف جدا ونحيل لكن عنده مهارة أو اتنين. كل واحد لون. علي أبو جريشة، مهارة علي أبو جريشة. رضا الله يرحمه، مين الأحسن؟ يعني إيه مين الأحسن؟ وهم دول يعني واحد يلغي الباقي إطلاقا، إنما دول كل واحد بيمتعك بما يملكه من لون، من سمات، ومدى قدرته على انه يعبر عن هذه السمات في الملعب وفايدته لزمايله. دي نقطه مهمه جدا، فايدته لزمايله. كابتن الخطيب، كابتن ابو تريكه، كابتن بركات، كابتن
لازم نحترم الجميع. انا معاك لا الاستفتاءات ولا المقارنات دي ينفع تتقال. وبعد كده يعني احنا بنسيب الناس تعمل عجينه السم ديت ونلوم الجمهور اللي هو ضحيه. يا جماعه حاولوا تبثوا بين الناس الحب والاحترام والتقدير، حاولوا تبصوا على قيم الرياضه والروح الرياضيه بجد، مش بالضروره علشان الفت نظر الناس واجذب اهتمام الناس اسيل الاهلي او اطرح سؤال هدفه اثاره الاهلي واثاره جمهوره، وبعد كده تساله هو جمهور الاهلي ده بيحفل ليه؟ يا اخي انت دلت المساله من الاول، جفف منابيع التحفيل من البدايه، خلي اللغه المستخدمه فيها الاحترام للمنافس، خلي التقدير لكل فريق، انت بتلعب، انت بتكسب، انت بتخسر، انت عندك ظروفك، لكن مش كل مره اللي عايز يدافع عن الزمالك لازم يسيء للاهلي، واللي عايز يمجد في لاعب في الزمالك لازم يقابله بالاساءه لنجم في الاهلي. هي دي اللي بتخلق كل هذه الروح السلبيه للاسف. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل تفاصيل ثانيه. اهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي حريص على اشاعه هذه الروح الرياضيه واحترام المنافسين، لانه جزء كبير جدا من احترامك لنفسك احترامك للمنافس بتاعك، ولما تكون عندك هذا القدر من هذا الوعي الرياضي يبقى ما تخافش على الاهلي بجد. في رسالته اللي الكابتن احمد شوبير يمكن تحدث باهتمام عن اهتمام الكابتن محمود الخطيب بظروف الكابتن اشرف قاسم، نشوف المعاني اللي رصدها الكابتن شوبير. كابتن محمود الخطيب قام بزيارة للكابتن أشرف قاسم نجم نادي الزمالك ونجم منتخبنا الوطني السابق. زيارة بتحمل أكتر من معنى وأكتر من مغزى ومليون رسالة. مليون رسالة محترمة من كابتن محترم ومن قائد محترم ومن رئيس نادي محترم بيروح يزور كابتن النادي المنافس. ودايما بقول لكم المنافسة بتنحصر في التسعين دقيقة اللي في الملعب. كنا كده لحد وقت مش بعيد قوي، لكن بقى انا فتره برضو مش قليله قوي، يعني من ساعه ما دخلوا يعني دخلت العناصر المثيره الى المجال، وللاسف الشديد بقى عندنا نوع من الهرج والمرج وعدم الانضباط داخل ملاعبنا الكرويه وداخل اداراتنا الكرويه. فمحمود الخطيب او كابتن محمود الخطيب النهارده بيدي مش رساله واحده، بيدي كل الرسائل، رساله احترام، رساله تنافس شريف، رساله محبه، رساله صداقه. يعني صداقه واحنا من يعني طرفين متحاربين، ده واحد بيلبس فانيلا حمراء واحد بيلبس فانيلا بيضاء. فعجبتني جدا فكره زياره الكابتن محمود الخطيب للكابتن اشرف قاسم. اللي يقوله الكابتن أحمد شوبير هو ما نؤمن به وما يؤمن به قيادات النادي الأهلي وما نسعى إليه جميعا. أنا بتفرج أستاذ إبراهيم على ألعاب القوة بالليل، أروح أحب كده بيجيبوا ساعات الدوري الماسي والحاجات دي، وبشوف مثلا مسابقات ألعاب القوة في الـ 100 متر أبص ألاقي إيه، كل اللعيبة واقفة في الستارت عايزة تكسب، يقوم يجروا واحد منهم يكسب، مين اللي بيهنيه؟ يجري عليه اللي وراه. ايوه. ياخدوه بحب كده ويحتووه في الوسم. اللي بيكسب زمايله اللي بيهنوه اللي هو بيتنافس معاهم. فده بيعمل ايه؟ بيعمل اولا بيفهمنا ان هو دي الرياضه. المتعه تاتي من التنافس مش من التناحر. ايوه. نمره اتنين الغضاضه. انت هتكسبني النهارده هحاول اكسبك بكره بالظبط، وزي ما هنتك النهارده هتهنيني. طب انا لو نفسنت عليك يبقى انا بلعب مشدود وانت بتلعب مشدود، وزي ما هعمل فيك هتعمل فيا. المعنى الرياضي جميل، الرياضه فيها نبل، ما فيهاش الوحشيه اللي بتبان عليها في ردود افعال بعض الناس. تعالوا كلنا نبني على الكويس عشان نستمتع بهذا المعنى الجميل جدا في ممارسة الرياضة. ويمكن دي رسالة الأمل اللي صادرة من الألم نفسه، إن يبقى في أمل في الإصلاح جاي من إزاي بنقدر نتعامل مع بعض في لحظات الألم. اهتمام النادي الأهلي بالكابتن أشرف قاسم
ما نستهوش ايضا الكابتن محمود الخطيب يهتم بمؤمن زكريا اللي بيمر بنفس الظروف، واللي الكابتن عادل مصطفى في برنامجه الناجح جدا الحياه واللي بيقدم تجربه جيده جدا تحدث عن مؤمن زكريا. نشوف دي صوره زياره كابتن الخطيب لمؤمن زكريا، ودي حاجه مش جديده طبعا على كابتن الخطيب تماما، راجل اسطوره رياضيه واسطوره في الادب والاخلاق ودايما ما بتفوتوش الحاجات دي، ودعم في وقت يعني مهم جدا لمؤمن، وحاجه يعني من الحاجات اللي احنا دي الدروس اللي النادي الاهلي بيديها لكل الناس، دي الدروس، دروس ان الاهلي بيشتغل او الناس اللي جوه النادي الاهلي حابه بعض وبتعرف بتعرف تتكلم امتى وبتعرف تروح تعمل مواقف امتى، دي حاجه مش جديده على كابتن خطيب. كابتن خطيب دايما في المواقف الصعبه موجود في وسط اللعيبه وفي وسط الجهاز وفي وسط بيته، يعني هو في الاول وفي الاخر حتى تصحى كابتن خطيب في اي وقت يقول لك انا النادي الاهلي ليه فضل كبير عليا، كلنا النادي الاهلي ليه فضل كبير عليه، وبندعي المؤمن ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع لنا ان شاء الله ينور الملاعب تاني. وكمان كان في زياره لكابتن خطيب لكابتن اشرف قاسم، ودي برده تقول لك ان مش ان دي هي دي الروح، دي الروح، واحد من اساطير الكوره في مصر بيزور كابتن اشرف قاسم الراجل المنافس بتاعه لعيب نادي الزمالك، ولكن في الاوقات دي ما فيهاش منافسه، احنا كلنا واحد. وانا يعني يعني اكرر تهنئه الاستاذ ابراهيم للكابتن عادل مصطفى بهذا البرنامج، واحد من الناس الوقوره المحترمه اللي رايها موزون. برضو بندعم كل كلمه بتتقال، مين يكره اشاعه الحب والسلام والتكافل؟ مين غير الناس اللي من جواها سواد؟ صدقوني دي صور بالملايين، دي صور قيمتها غاليه جدا، ده مش كلامي ولا تسعيرتي، دي تسعيره الزميل العزيز سيف زاهر. نشوف اما تكون الصوره دي قدامنا على شاشه، الصوره اللي قدامنا دي، الصوره دي ما نقفش عندها ونتعلم منها حاجه؟ الصوره دي ما نقفش عندها ونتعلم منها ان احنا بنضيع وقت وان احنا مش فاهمين اصل الشغلانه؟ مش فاهمين والله، احنا بنضيع وقت. لكن صوره زي كده تعمل شير بملايين وتعمل تعليقات ونفهم منها رساله ونفهم منها علاقه نجوم الاهلي بنجوم الزمالك ونفهم منها الرياضه دي هدفها ايه والوسط الرياضي عندنا في مصر عامل ازاي؟ مش موضوعنا، مش ده اللي يعمل معانا اللقطه الحلوه. الصور دي تسوى ملايين الدنيا. والحقيقه كابتن محمود الخطيب دائما وابدا انسان، ما عنديش تعليق اكتر من كده، هو عنده الانسانيات حاجه مهمه وهي دي الرساله بتاعت الرياضه. فلتكن هذه ايضا رسالتنا جميعا كاعلاميين، تعالوا بقى نحط ايدنا في ايد بعض، ما تيجوا نجرب يا جماعه. ما تيجوا نجرب كلنا نشيع الحب، نشيع السلام، نقلل التحفيل، نقفل السكه دي، ندور على اعلام يعلم الناس حاجه ويفهمها حاجه، مش يمشي على الشباك عايز كده. تعالوا كلنا المعاني الجميله اللي عمالين نشوفها من الزملاء، تعالوا كل واحد فينا وفيهم يؤكد على هذا ويتبنى ويعتبرها قضيته في المشوار القادم. صدقوني هيحصل صلاح لهذا المجتمع. انت في الاخر عايز تبني شخصيه سليمه للمواطن، ما تبنيهاش من خلال الغيظ والتحفيل والمكايده، لا، خليها في المعاني الرياضيه السليمه. تبص تلاقي هذا المجتمع واولادنا الصغيرين اللي طالعين، تعالوا نعتبرها رسالتنا عشان ربنا ياجرنا جميعا. طيب مين ما بيحبش الخطيب؟ كابتن محمود الخطيب بقيمته وبسلوكه قدوه المفروض للكل، اعتقد مفيش خلاف. طيب وانتوا شفتوا الكابتن الخطيب ده صدرت عنه عيبه؟ شفتوه بيسيء لمنافس؟ طب ليه الناس دي ما تقتديش؟ ليه الناس دي ما تقدرش تستلهم هذا النموذج في تصرفاتها في الاحترام؟ لان احنا لو مش هنبقى قادرين نقدم نموذج ايجابي للناس تتاثر بيه وياثر فيها نبقى فاشلين، ويبقى احنا بنحب النموذج ده في لحظته وخلاص. مش مفيش هدف لاستثمار نجوميه وتاثير وقدوه حد رياضي محترم بهذه القيمه وهذا التاثير في خدمه الشباب وفي خدمه الجماهير، او بندعي ان احنا بنساند الصح، او بندعي ان احنا بنسانده، لكن ليه ما نتكلمش على انه وانت بتحب الكابتن فلان الفلاني خد بالك من سلوكه، تأسى وتأثر وتعلم منه واستفيد منه، لانه والا كده يبقى هي حاجه خاصه بيه هو،
مش خاصه بمحيطه ولا بمجتمعه ولا بجمهوره ولا بتاثيره. هنا اللي جاي ده الدور اللي على الاعلام. كابتن سيف وهو بيقدم الصوره بيقول دي صوره تسوى الملايين، لازم أن يكون ليها هذا الحجم من التاثير، لازم أن يكون فيها هذا القدر من الاقتداء، لازم أن نقدر نتعلم، مش عيب. لكن انا اقدر اشيد بحاجه لمده دقيقتين ثلاثه وبعد كده الجمهور يكتب بوست ويكتب اساءه لمنافس وبعديها يشكر الكابتن الخطيب مثلا، او جمهور الزمالك يشتم ويتجاوز وبعد كده يمتدح الكابتن حسن شحاته او الكابتن فاروق او الكابتن اشرف قاسم او غيره من النجوم المحترمين. ليه ما نحاولش نشوف الناس دي بتتصرف ازاي؟ على فكره نموذج زي نموذج الكابتن محمود الخطيب في تاثيره وفي سلوكه وفي موهبته ترك بصمته مش بس بين الجماهير المصريه على مختلف الاجيال وعبر التاريخ، لا افريقيا كلها بتتكلم على الكابتن محمود الخطيب. كالوش ابو واليا النجم الذنبي الكبير، واحد من اساطير الكره الذنبيه، وانا كلمه الاساطير دي برضه حاسس ان هي بتضايق بعض الناس والناس بتستخدمها كما لو كان كل بلد مصرح لها باسطوره واحده بنموذج واحد خدت الكوته بتاعها فبالتالي لا ما تقولش اسطوره لانه هو محمد صلاح الاسطوره. يا سيدي محمد صلاح الاسطوره ومحمود الخطيب اسطوره وحسن شحاته اسطوره ومحمود الجوهر عليه رحمه الله اسطوره وكتير من اللي ادوا، لان الاسطوره هو من ياتي بما ليس في الخيال اللي انت ما تتصورهوش. فبالتالي هذه نماذج كتيره والكتب تعدت تدينا الحق في ان احنا يكون عندنا اساطير كتيره قوي. كالوش ابو واليا اسطوره الكره الذنبيه لازال يذكر الكابتن محمود الخطيب برأي مهم جدا نشوفه. We wish one of Africa's greatest heroes, Egyptian Muhammad El Khatib, came into the Zambia national soccer team, the KK11. You guys call it the Chipolo Polo now. But now, you know, debuting, coming into my own, we came to Cairo, and then from the hotel until the Cairo stadium, everybody was telling to us, you're going to get Hamza, and then you're going to Bibo, 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 Bibo. And I was thinking, who is that? And yeah, true to the fact, you know, Africa has produced some of its best players. يعني شوف الكلمة، الراجل بيقول لك أنا بقيت أقول إيه ده؟ مين ده اللي الجماهير عمالة تنادي باسمه؟ ولكن لما قربت منه عرفت إن أفريقيا أفريقيا أنجبت واحد من أفضل لاعبي العالم. بيقول لك احنا حتى كمنتخب زامبيا كنا بنستلهم عطائنا من روح الخطيب. استاذ ابراهيم، كل ناس بتعمل لنفسها ايقونه تتعلق بيها، وليس من اللائق ان احنا نقول لهم لا ايقونتكم دي ما ينفعش تبقى ايقونه، ده ايقونتنا احنا. فليكن كل انسان يستلهم طالما ان نموذج صالح، ايوه نموذج ملهم زي ما بيقول كالوشا، فليكن لكل مجتمع ايقوناته مش ايقونته. طبعا لان ده التاسي بما هو جيد هو اللي بيصلح. وانا اصبحت يعني مش اصبحت طول عمري مقتنع ان القدوه ليس بالرغي وبالمحاضره. القدوه هي قدوه بالتصرف اللي بيحصل قدامك تقتنع بيه وتقلده. ولذلك طول عمري كنت اقول لك ايه، كابتن صالح معلم لا يحاضر ولكن معلم بالنموذج بالتصرف، يعمل فتلاقيه يعجبك التصرف وشوف تاثيره فعايز تعمل زيه. صحيح. او تشيل هم رايه فيك او ومن وهكذا، هو نفسه تاثر بناس واللي جوه بعديه تاثروا بيه واللي هيجوا بعد الكابتن حسن حمدي والكابتن الخطيب هيتاثر بيهم، لان هي دي هو ده يعني تتالي او تبادل او تناول القيم والحرص عليها والحفاظ عليها التنقل بتاعها. ده كلام مهم جدا. وعلى ذكر برضو الكابتن صالح والنادي الاهلي، لما بيتقال النادي الاهلي فضله على الجميع ده لا من ولا سلوى ولا معايره، لا هو كل من ارتبط بالنادي الاهلي استفاد منه، لانه انه يبقى فيه نادي بهذه القيمه وهذه العظمة وهذه المكانة وهذا التأثير وهذا الاحترام، من الطبيعي جدا انه العامل اللي بيشتغل في النادي الاهلي له تقديره عند الناس بره انه ده شغال في النادي الاهلي. بقول لكم ابسط حد ممكن يكون بيشتغل عامل بسيط له مكانته في محيطه، فما بالك لما يبقى لاعب او مدرب او اداري او مسؤول في اي مركز. من المؤكد ان الاهلي خيره على الجميع، الاهلي خيره على الجميع من ولاده ومن منتسبيه.
ده كان راي الكابتن سيد عبد الحفيظ. رد عليه الكابتن ابراهيم حسن بحاجه، نشوف راي الكابتن سيد عبد الحفيظ ونناقش القضيه مع المهندس عدلي. كابتن ابراهيم حسن بيقول لك في ناس ضحت في النادي الاهلي واحنا سيبنا يعني فلوس واوروبا وكنا مكسرين الدنيا ورجعنا وسيبنا فلوس كتير وكنا بناخد في سويسرا 8000 و10000 دولار ورجعنا ناخد 650 جنيه. لا انا المسج بتاعتي ما بستثنيش حد خالص يعني. طبعا انا كابتن ابراهيم عارف تقديري ليه واحترامي ليه وكده، لكن انا ده مفهومي مش هغيره. مفيش حد في النادي الاهلي ضحى غير واستفاد ايا كان، من اول كابتن صالح سليم نفسه، من اول عظماء التاريخ اللي في النادي الاهلي، كل الناس استفادت من النادي الاهلي. يا استفدت ماديا، يا استفدت مكانه، يا استفدت ادبيا، يا استفدت استمراريه، يا استفدت اسم. احنا موجودين هنا ليه؟ احنا الثلاثه يعني. انا هنا بتكلم، ده انا مش هحب كابتن ابراهيم اكتر من نفسي يعني. انا قلت لك بما فيهم انا يعني، والوضع طبيعي، ده مفهومي. لو حد عنده حاجه تانية ممكن يقولها يعني، لكن في النهايه انا زي ما قلت لك، كل واحد عشان خاطر النادي الاهلي هو استفاد كبير جدا، او استفاد استفاده عظيمه جدا من اكبر الناس الاساطير اللي موجوده في التاريخ في النادي الاهلي. حساباتك بقى ممكن شويه تتاثر سنه يعني، يجي لك عقد بره اوكي، يجي لك عقد خارجي، يجي لك عقد داخلي اعلى شويه، لكن انت بحساب ذكي شويه بتختار الاستمراريه واللي ما بعد الاعتزال. طبعا انا بأيد قضية كل كلمة مهمة قوي. لا قضية سهلة واضحة. انا بأيد كل كلمة قالها الكابتن سيد، لكن ربما يكون الكابتن ابراهيم قصد انا فضلت الاهلي على الاموال اللي كنت باخدها، خدت اقل منها في النادي الاهلي، لادراك برضو الكابتن ابراهيم نفسه ان الاهلي هيضيف اليه. ومن خلال شوف الاهلي نافذه، مجرد ما تطلع منها مره واحده العالم كله يشوفك. فما بالك لو كان ليك دور جوه النادي الاهلي، فالعالم يستنى يشوفك. يعني انت طلعت مره في البلكونه، الناس بصت مين ده؟ لا مين واقف في بلكونه الاهلي ده؟ ده فلان الفلاني. لما تطلع اكتر من مره والناس تتعلق بيك تستناك عشان تشوفك في البلكونه، لانه بلكونه الاهلي غير اي بلكونه، وانت نفسهم تشاور لهم ويشاوروا لك، فلما تنزل الشارع تلاقي الدنيا بتحتفي بيك. هذا هو الاهلي، وهذا هو اي نادي شعبي كبير مش في محيطه، كل واحد وتاثيره في المحيط. ولكن انا بتكلم على الاهلي لان احنا بننتمي للاهلي ومحيطه واسع جدا. وديك كالوش ابو علي قال لك ايه وهو رايح لساد الناس بتقول له ايه. فالكابتن الخطيب بكل ما يمثله من عبقريه كرويه وقياديه ولا هو بقى محمود الخطيب لانه لعب في النادي الاهلي طبعا، وعدل القيعي وانا وانت وابراهيم منيسي مش قاعدين هنا غير عشان نافذه الاهلي. احنا اطلينا على الناس من نافذه الاهلي. ولذلك اقول لك انا ما دي بقى مرتبطه بعمليه الاستفتاءات، هيشغلك استفتاءات في ايه؟ ايوه انت عندك اعظم نافذه بتطل من على الناس. كل اللي هنا بيشتغلوا في اعلام الاهلي، في اعلام احنا بناخد اكثر مما نقدم بكثير. الناس بتعرفنا والناس بتشوفنا. قضيه واضحه مش محتاج ان كلنا نتكلم فيها، ولكن دعنا يعني ناخد الامور بما يريد قائلها. يعني الرساله اللي عايزه توصل ايه؟ ما احناش يعني لا بنزكي حد على حد ولا، لكن هو فعلا النادي الاهلي افاد الناس جميعا، مش عايزه مناقشه. الاهلي افاد الناس جميعا. طب انا اقول لك حاجه. الناس بتتكلم وده المذهل في الموضوع. ايوه. بعد 100 وكذا سنه. ايوه. بيتكلموا على واحد اسمه عمر لطفي. ايوه. ليه؟ الناس بتنبش في تاريخ الاهلي، لقت الراجل ده صاحب فضل، رجعت تدي له حقه بعد 100 سنه. ما كانش هو يتوقع هذا الكلام. لكنه نجم رحل عن عالمنا. فما بالك باللي عايش وبيطل وفي وسائل التواصل دلوقتي والاعلام المنتشر. لا كلنا الحقيقه الاهلي نافذه عظيمه جدا جدا افادت الجميع. وعشان كده يا جماعه الكلام المهم في الجزئيه دي ايه؟ طبعا مفروغ منه خالص الحديث على انه فضل الاهلي على كل ابنائه ومنتسبيه فضل لا ينكر ولا ينكره الا فعلا حاقد وجاحد. دي مسائل مفروغ منها كل اللعيبه اللي لعبت في النادي الاهلي. والكلام اللي بيقوله الكابتن سيد انه ما حدش ضحى علشان للنادي الاهلي، هو ضحى عشان يستفيد اكتر من خلال النادي الاهلي. ممكن يجي له عرض من بره
اكتر من اللي هيديهوله النادي الاهلي فيفضل مصلحه الاهلي. هنا هيقول ان انا ضحيت بالرقم الاكبر اي لاعب، انا ما بقصدش حسام ابراهيم، لان حسام ابراهيم ادوا الاهلي كتير في فتره لغايه لما خرجوا منه، ادوا الاهلي بالطبع زيهم زي كل ابناء الاهلي اللي ادوا بحماس وادوا بحب. لكن انا بتكلم على انه لما اللاعب في الجيل الحالي او الجيل السابق بيفضل مصلحه ماديه للاهلي برغم ان العرض ممكن يكون اقل من اللي معروض له بره، هو عارف ان بقيه المكاسب الاخرى من ارتباطه بالاهلي تعوض كتير قوي الفروقات الماديه البسيطه اللي موجوده. دي بقى الجمله السحريه اللي انا كنت بستخدمها، يعني ناس كتير تقول الاهلي ما بيديكش اعلى عرض، لكن حقق لك اعلى. اذا كنت بتدور على اعلى عرض هتلاقيه في حته بره الاهلي. اذا كنت بتدور على اعلى استفاده هتلاقيها جوه النادي الاهلي. ايوه. وكنت اكمل عليها بقى باستمرار. دي كان المجلس بتاعي. انت ليك ثمن، وثمنك بره 10 قروش. والاهلي له ثمن يخليك تقبل منه 8 قروش. لانك في الاخر هتاخد 15 قرش بالظبط في اند اوف ذا داي، يعني في نهايه الليله هتلاقي نفسك عوضت كتير جدا بمجرد انت. وكان اللعيب اللي بيقتنع معايا بهذا الكلام انا كنت ببقى سعيد انه جه النادي الاهلي وعارف انه هينجح. ايوه. والحقيقه انه وصلت له. وما قابلنيش حد ما قابلش هذا المنطق خالص. ما قابلنيش. ما قابلنيش حد ما قابلش هذا المنطق. اللي كان بيناقشني فيه ما كانش بيجي. بيديك ريفرنس او مؤشر. اللي كان لا بس لازم تقول لي، بس لازم تعمل لي بقى. كنت انا بقى ايه اتكاسل شويه وانقل يا جماعه الراجل ده هيتعبنا. الراجل ده مش هيجيلنا بروح، مش بتاعنا، مش بروحنا. مش شبهنا. فكثيرا ما انت كنت بتطرح الاسئله دي عشان تستشف دواخله. لازم اعرف هو انا بضحي بقيم معينه بديها له. طب هو بيضحي مع عشان يجي لي بايه؟ هو حريص يجي لي لحد اي مدى. فكنت بتثبت معاييرك وتصر عليها. ايوه. اصرارك ده كان بيجيب لك النوعيه اللي تنجح معاك. فمعظم الناس اللي جات لنا نجحت الحمد لله يعني. عشان كده كلام الكابتن سيد انه ما حدش بيضحي، لا كله بيحسبها صح وكله بيختار لنفسه صح. لكن الرساله اللي احنا مهتمين ان احنا نقولها لكل ابناء الاهلي عبر الاجيال، الناس اللي بالذات بتطلع في الاعلام وبتسيء بشكل او باخر بما يضايق الجماهير، هنا في اكثر من نقطه. خدوا بالكم، الجمهور عامل مستقر ومستمر وثابت، ولعله العنصر النبيل الاكبر في المعادله، على فكره لانه بيحب بدون تمن ولا ينتظر حاجه. عشان نضيف بس معلش، وغير محدد. يعني ما تختزلش الجمهور ان واحد يقول لك احنا الجمهور، انت مين؟ فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان ولا المجموعه دي والمجموعه دي والمجموعه دي. يعني الكلام ان الجماهير ده زي ما انت بتقول هو عنصر مستمر وثابت. الجماهير بتتتالى بتقدم الزمن والعمر وانتهاء اجيال وميلاد اجيال اخرى. اذا الجمهور مش حكر على حد. الجمهور ده ليه انا بقول ده يا جماعه؟ ما تصدموش الجمهور في مشاعره. الجمهور احب هذا النجم لانه واحد من ولاد النادي الاهلي، شجع اللاعب الفلاني ده لانه اسعده ولبس الفانيلا الحمراء وتعب وادى. فبلاش تصدم الجمهور في مشاعره براي سلبي عشان في مصلحه توقفت او غرض انتفى. حافظوا على حب الجمهور وحافظوا على قيمه النادي الاهلي. وانا لما بقول قيمه النادي الاهلي عشان ما يطلعش اي لاعب سابق يقول لك لا، اما احنا الاهلي دولاب العمل فيه اكيد له عدد محدد. العمل في القطاعات الفنيه المختلفه ليها عدد محدد. فبالتالي المدير المسؤول او مدير القطاع المسؤول او المختص بهذه الفتره بيختار الادوات المتاحه المناسبه بالنسبه له. ده مش معناها لا بيقفل الباب في وش الاخرين ولا طعنا في كفاءه الاخرين. الانديه كترت قوي الحمد لله، لعيبه الكره دلوقتي القدامى عندهم فرص للاجاده والنجاح. احمد سامي النهارده اللي بيكسب الاهلي 3، واحد من اللعيبه اللي لعبت في النادي الاهلي تقريبا ما اذكرش انه درب في النادي الاهلي، بس انطلق واصبح واحد من المدربين المهمين زي علي ماهر، زي عماد النحاس، زي كتير من لعيبه النادي الاهلي القدامى او السابقين اللي قدروا يكونوا فعلا مدربين كبار دلوقتي. مش عايز يعني انسى حد. عادل مصطفى اللي جبناه دلوقتي بيقدم برنامج، الله
يمكن عامر ومختار وكابتن انور سلامه اجيال سابقه، لكن انا حتى بتكلم على الشباب المدربين الواعدين جدا اللي سابوا بصمه كبيره في المسابقه دلوقتي. ما كل دول يا جماعه مدربين في سنكم واصغر منكم، لكن قدروا، عنده طموح وقدر يأهل نفسه وقدر يعتمد على نفسه وقدر ينطلق. ما أساءش للأهلي خالص، لا عماد النحاس ولا علي ماهر ولا أحمد سامي ولا كتير حتى من المدربين اللي نجحوا في الفترة الأخيرة بشكل واضح جدا، بشكل يعكس تأثير بصمة الأهلي عليهم، لأن كل واحد فيهم في تجربته وفي إدارته لعمله تحس أنه متأثر بتجربة الأهلي وبمدرسة الأهلي وبنظام الأهلي وبضوابط الأهلي، وهو ده الدور اللي النادي الأهلي بيلعبه. ده كلام، لأنه من أن لآخر بنتابع الناس بتصدم الجماهير في مشاعرها، فالجمهور بيبقى مش مصدق إن اللاعب الفلاني ده بيسيل الأهلي، ويرجع الراجل يقول لا أنا ما بقصدش الإساءة للأهلي، أنا بقصد الناس القائمة والناس المسؤولة. أنت لو مسؤول أكيد مش هتشغل كل الناس، دي مسألة بديهية، وإلا يبقى عايزين قد الفرق دي 20 فرقة تستوعب كل ولاد الأهلي السابقين. الأهلي بيضيف لكل واحد، محدش بيضيف للنادي الأهلي حاجة. وعلى فكرة ده مش كلام الكابتن محمود الخطيب اللي هو دلوقتي رئيس النادي الأهلي وتقريبا أشهر مشهور في تاريخ الكرة المصرية، ده مش رأيه دلوقتي. هنفكركم برأي الكابتن محمود الخطيب، هو أضاف إيه للنادي الأهلي وهو بيلعب، والإعلامية الكبيرة في ريال صالح وقتها بتستضيفه وبتسأله هذا السؤال الصريح. نفكركم ونفكر كل الأجيال، كان رد الكابتن الخطيب إيه؟ اضاف الخطيب بقى للاهلي. بس هضيف النادي الاهلي ايه يعني؟ يعني طبعا يمكن بسيب الامر للجماهير، ولكن لو انا فعلا اضفت للنادي الاهلي فانا اضفت للنادي الاهلي عضو عامل في، يعني زودت النادي الاهلي عضو عامل. ما يعني هو بتعبير ذكي جدا، اضفت عضو عامل واحد. زاد عضو عامل. اضفت ايه؟ لكن الاهلي اضاف لي كل حاجه. طبعا. هو شوف الإخلاص يأتي ثماره. أيوة الإخلاص يأتي ثماره. تعرف أنا فاكر استكمال الفيديو ده، الإعلامي الكبير الراحل الأستاذ حمد الكنيسي كان واحد من المائدة الإعلامية اللي موجودة في البرنامج ده، فقال للأستاذة في ريال صالح لا خليني أنا أتكلم، كابتن محمود الخطيب ممكن يكون متحرج أنه يتكلم عن تأثيره. لا، هو أضاف هو والجيل بتاعه كثير من الشعبية للنادي الأهلي، البطولات اللي بتتحقق والجماهير اللي بترتبط بيه والناس اللي بتقتدي بسلوكه، هي دي الإضافة النوعية المهمة للنادي الأهلي، وده دور النجم الكبير. إنك أنت زي ما النادي بيضيف لك، لأنه قيمة الأهلي قيمة كبيرة جدا بتضيف لكل اللي بينتسب ليها. فلما هذا المنتسب للنادي الأهلي أو اللي بيمثل النادي الأهلي أو اللي بيلعب في النادي الأهلي يكون عنده هذا الحرص على السلوك السليم وعلى الظهور المشرف، لا انت بتضيف للاهلي كتير، بتضيف للاهلي قيمه وبتضيف للاهلي شعبيه وبتضيف للاهلي مزيد من الجماهيريه، لانك اتوجدت في المكان اللي تقدر تخدم من خلاله النادي الاهلي. صح. انا بس عايز اضيف حاجه. الكابتن الخطيب اعتزل امتى؟ 87. 87. بقى مسؤول في النادي الاهلي امتى؟ بعدها بشهرين. لا 88. لا 88. أنا بتكلم عليك كمسؤول إداري، عضو مجلس إدارة في مجلس الكابتن وحش. 88 كان المفروض المجلس يستمر ل 92 واتسحبت الثقة في فبراير 92. في ما هي دورة الأربع سنين كان 88 ل 92. وبعدين ابتعد فترة. ده اللي أنا عايز أوصله. في فترة ابتعاده دي لما جه الكابتن صالح صدر منه أي شيء بيقول إن أنا متضايق بقى، أنا بعد ما بطلت وبقيت عضو مجلس إدارة أبعد. وكانت بتيجي نماذج تانية أقل منه في التاريخ والشهرة والعطاء بس مسؤولين في حتتهم إداريين. لحد ما جاء التوقيت المناسب اللي الكابتن صالح بعديها يمكن بعشر سنين. بعديها يمكن بعشر سنين. كويس؟ ورغم إن الكابتن الخطيب عندما استقال من مجلس الكابتن الوحش مع المستقلين استقالة وأتى بعده الكابتن صالح. يعني هو استقال احتجاجا على سياسة معينة شايفة مش ماشي. فما مع عدد من الأعضاء. مع 8 أعضاء. فلما سحبت الثقة وجاء مجلس إدارة الكابتن صالح ثم استقبل الكابتن صالح مشواره لحد 2000
واثنين كان ممكن يشعر بغضاضه، انا بستقيل وبعترض على سياسه وانت جيت وما فكرتش فيا. لا، كل واحد بياخد في التوقيت المناسب ويستمر. هذا الاخلاص وهذا الايثار اثر مصلحه ناديه على انه يتكلم في حاجه شخصيه ما يحولهاش قضيه. وبعدين عندما جاء مندفعا لخدمه النادي الاهلي ومشي بقى في السياق اللي كبره واصبح النهارده واحد من انجح رؤساء الانديه عبر تاريخ النادي الاهلي وعبر تاريخ الانديه ويمكن في القاره بما يقدمه على كافه الاصعده. هو ده اللي بنقوله، عند الاخلاص ياتي بثماره. امتى؟ ما تطلبوش، لانه طالب الولايه لا يولى يا استاذ ابراهيم. صحيح. وحتى في فتره اللي كان الكابتن الخطيب بعد استقالته من المجلس وابتعاده للفتره ديت ما كانش بعيد عن النادي، حتى هو اكتر من مره اتكلم على انه كان دائم التشاور مع الكابتن صالح والكابتن حسن في شؤون الكوره، من الناس في شؤون الكوره حتى في البطوله العربيه في 96 لما لا حد بيصل بطوله كبيره يستعين بالكابتن الخطيب. يعني باستمرار ما كانش بعيد عن حقيقه العمل داخل النادي بالاسهام برايه، كان بيجهز نفسه بيتجهز بطريقه معينه توصله للي هو فيه. فجاء بفكر وتشبع بروح النادي الاهلي، بس هو كان عنده هذا الاستعداد وهذه القناعه وهذا الاخلاص للنادي الاهلي وهذا الحب وانكار الذات في سبيل النادي الاهلي. فلما الامور بتيجي طبيعيه. انما المتلهف ده انا خدت ايه من النادي الاهلي عشان احبه؟ لا، ده نموذج مش بتاعنا. ده نموذج مش بتاعنا، مش بتاعنا اللي هو الشيء مقابل ان الاهلي ده سوبر ماركت، انا ما خدتش منه اللي انا عايزه. هو النادي الاهلي اداني ايه؟ ادالك انك تطلب وتعتبر نفسك صاحب حق عليه. ايوه. اداك الناس تعرف انت فلان. انت اللي انت بتقول لهم اداني ايه؟ هو ادالك انك وصلت لمرحله انك تقول كده، ان الناس تعرفك لدرجه انك تزايد عن النادي الاهلي. هو اداني ايه؟ لانه لولا النادي الاهلي ما كانش ليك صفه تقول انت اديت ايه واخدت ايه. يقدر. واللي بيشتغل عشان، والله صدقني، اللي بيشتغل عشان يوصل لحاجه، توصل لحاجه تفاجئ ان انت بتتحط في حته وبتنجح فيها، تفاجئ ان الناس بصالك انك تستطيع ان تقدم كويس جدا، لكن ما يبقاش هدفك الوصول، والا تبقى هناك غايه ووسيله، وخطوره الغايه ان قد تبرر الوسائل. تبرر الوسائل طبعا لو انت حريص قوي. ادل الحرص اعناق الرجال. ايوه. وانت فاكر انت واحد زي الكابتن صالح ولا الكابتن حسن ولا قيادات النادي الاهلي اللي الناس ولا مختار التيش ولا الناس اللي هي بتاخدهم الناس انها تتاسى بيهم، هو قوتهم جايه من ايه؟ الاستغناء. مش عايز حاجه. ايوه. هو لو كان حريص على فكره انك هياخد اللي هو عايزه. بس ما كانش هيبقى صالح سليم. وانا مره قلتها له. اما كان زعلان مره من مسؤول، ده قال لي وما عملش وبتاع، وهو خايف من ايه؟ قلت له لا خايف. قال لي، قلت له ان ظل في موقعه. انت ليه بتحاسب الناس بمعاييرك؟ انت مش عايز حاجه يا كابتن، وده معيار صعب. ما تعاملش الناس بالمعيار ده، ده معيار صعب جدا. انك تكون مش عايز حاجه فالحاجات كلها تجيلك. برافو عليك. صح. بتجي لان تاني وتالت. مش هيتصرف بموجبك انت. اللي بيتصرف عشان يوصل بيبان شويه. او بيبان كتير او بعد شويه بيبان. صحيح. والناس دايما طالب الولايه. انا في موقف معين حد كان طالب بيبقى له بوزيشن معين، قلت له كلنا شايفين ان انت الاقدر بيه، بس لو انت شايف ان انت الاقدر بيه على حسابنا لا مش عايزينك. هتضايقنا. يعني انا ممكن اتعامل ايه؟ ان انا اراشع الاستاذ ابراهيم لما يقولوا لي كذا 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 قبلي، لكن لو حسيت ان الاستاذ ابراهيم مقيم نفسه قبلي، لا يا حبيبي لا مش كده. انا احطك قبلي، انت ما تحطش نفسك قبلي. ودي الجمله العبقريه اللي قالها كابتن سيد لاحد النجوم. انا نجمك بس انت ما تتنجمش عليا. ايوه. الامور تمشي في السياق بالظبط. انا ادي لك حجمك وادي لك قيمتك. اوعى تعملني. بس اوعى تمارس القيمه دي عليا بقى. لا، اوعى تفتكر ان ده معنى كده ان انت، انا بنجمك عشان اكبرك. بس انت مش كبير عليا. ايوه. انا اكبرك وممكن اكبرك عليا، بس انت لو كبرت نفسك عليا هصغرك. ولذلك الكبر على اهل الكبر صدقه، لانه بيردوا. وهذا ما كان يفعله صالح سليم. متواضع مع البسيط، متكبر مع المتكبر. كل دي معاني لو طبقتها في حياتك الخاصه تستفيد منها. دي كانت
معاني مهمة جدا استلهمناها من خلال كل الحديث اللي دار عن هذه الروح الطيبة جدا اللي تجلت في اهتمام الكابتن محمود الخطيب بزيارة الكابتن أشرف قاسم. أبناء حقيقيين للنادي الأهلي. دي سلوكيات الأبناء الحقيقيين للنادي الأهلي. أبناء الحقيقيين للرياضة. الرياضيين بجد. غير كده ده كلام مش صحيح. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. أهلا بحضراتكم من جديد. وما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي عنده هذا الاهتمام الشديد بخدمة قضايا بلده. طول ما النادي الأهلي حاطط مصلحة مصر فوق كل اعتبار. طول ما النادي الأهلي قادر يضحي بأي مصلحة صغيرة ليه قصاد المصلحة الكبيرة للمنتخب الوطني ومصلحته. النادي الأهلي وهو بيمر بهذه الظروف اللي انتوا شايفينها في تعارض تام بين تمثيله لمصر وأفريقيا في كأس العالم للأندية، متعارضة معاه بطولة الأمم الأفريقية ومحروم من 7-8 أو 9 لاعبين اللي راحوا للمنتخبات المختلفة. ولما الأهلي اشتكى ما لقاش حد يقف جنبه، لكن الأهلي فضل واقف صح، واقف في المكان الصح، واقف في المربع الصحيح. ولما اتكلم محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب في دبي وهو بيكرم بجائزة الإبداع الرياضي، لما سئل عن كده قال لهم مصلحة مصر أولا، احنا مع مصلحة المنتخب، اللي عايزه المنتخب ياخده. هو ده اللي النادي الأهلي بيعمله، وده اللي الدور المسؤول للنادي الأهلي. عشان كده كان هناك عن المنتخب كلام كثير في الغربال، ومين هينام من المغرب ان شاء الله تعالى المباراه القادمه للمنتخب الوطني مع المغرب. اسود الاطلس ليهم كل الاحترام والتقدير، لكن منتخب مصر وهو يخوض هذه المباراه المهمه جدا اعتقد عنده هذا التحدي، لانه اللي عمله امبارح اسعد كل الناس. كلنا كنا فرحانين ان المنتخب بهذه الظروف وبعد كل ده يقدر يجتاز هذه المباراه المهمه امام افيال كوت ديفوار. حتى ان مجله الاهلي الصادره اليوم في الاسواق كان المانشيت الرئيسي بتاعها اسقطنا الافيال شكرا يا ابطال، لانه ده التعبير المهم جدا عن حجم التحدي اللي كان على منتخب مصر. فبإذن الله تعالى منتخب مصر يقدر يكمل، ومؤتمر منتخب مصر يقدر يفوز بالبطولة. وزي ما قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة النهاردة، إنه الكاس وتذكرة المونديال أصبح في المتناول، ما هياش صعبة أبدا على هذا الفريق اللي فيه محمد الشناوي اللي خد أحسن حارس في دوري المجموعات، أو كمان حجازي اللي اختير من ضمن أفضل المدافعين، أو محمد صلاح أفضل لاعب العالم، واحد من الثلاثة اللي وقفوا على منصة التتويج العالمية، إنه بإذن الله تعالى يروح كأس العالم على حساب السنغال، وبإذن الله تعالى يرجع مصر بكأس الأمم الأفريقية يا باشمهندس. بإذن الله. و يعني قضية التشابك بين البطولات على قدر ما كانت بتضايق النادي الأهلي، لكن كانت محسومة كأولويات. فين؟ أيوه كلنا. أيوه قد يتبادر بعض يعني ضعاف النفوس ان احنا واحنا بنتفرج عايزين يعني الانانيه تخلينا نقول المنتخب يخسر ونسترد لعبتنا. والله العظيم ثلاثه انا ومؤكد حضرتك وناس طبعا كتير جدا كنا قاعدين قلقانين ومتوترين جدا ونحن نتابع ضربات الجزاء، وكنا قلقانين على الفرص اللي بتضيع مننا، وبنقول بس كان حقيقتنا حسمناها بدري ما نحطش نفسنا في هذا الاختبار. دي مصر يا اخوانا. ايوه ما هو اللي مالوش خير في بلده هيبقى له خير في مين؟ صحيح. البيت الكبير ويندرج تحته كل الانتماءات. فمصر فوق الجميع طبعا. ثم ياتي الاهلي فوق طبعا جميع ابنائه، جزء من هذا الكل الكبير. انما مساله ان احنا نخش في يعني الدوائر الضيقه اللي الناس عايزه تحصرنا فيها دي، هو الكابتن محمد صلاح ويتحدث يعني ناس لمته، انت ليه بتقول الكلام ده دلوقتي ومش عارف ايه، لكن هو كان بيقول ايه؟ كان بيقول اللي زعلان، وده موجود، اللي زعلان على لعيب ينتمي الى ناديه مثلا وما لقاهوش فزعلان من المنتخب او زعلان من كروش. لا الناس
العقلة بعلنا ما يتكرش ان هو لابس الشمال في اليمين، وبنقول له ما تضيعش وقتك، اعجل نفسك هتلاقي الدنيا سالكة. وده اللي حصل. فما هياش كانت يعني، طبعا في قطاع، عشان ما ندفنش دماغنا في الرملة، في قطاع من المنتمين للأندية بكافة انتماءاتها كل واحد حيان داخل في التحفيل، زعلان اللي زعلان ان قفشة ما اتخدش، واللي زعلان ان طارق حامد ما اتخدش، واللي زعلان ان لعيبه ما بيلعبش في المنتخب، امام عاشور ما بيلعبش، واللي زعلان عشان محمد شريف ما بيلعبش، فيه هتلاقي جزء، لكن السواد الاعظم هو قلبه مع المنتخب. بالظبط، عايزين تكسب وبعدين يحلها الحلال في كاس العالم للانديه، ده موضوع تاني خالص. بالظبط، يعني هو الناس بس يمكن كان شايفه ان اثاره هذه القضيه في التوقيت ده ربما يكون له تاثير، لكن اتضح انه تاثير ايجابي، انه تاثير ايجابي على فرقته. صح، يعني كان الناس شايفه ان هو قال ايه، ما هو احنا عدد المحترفين عندنا اقل الفرق، احنا من اقل الفرق فيها محترفين. هو كان يقصد ماذا كان يقصد محمد صلاح هنا؟ ان الخبرات الدوليه في المنتخب المصري مش زي بقيه الفرق اللي فيه عدد كبير من المحترفين في الخارج، ولكن ايضا ما ينساش هو وكلنا ما ننساش ان كل امجاد المنتخب الوطني تحققت بالمحليين في معظم التجارب. لان انا ارى ان اللاعب المحلي بيتالق الى درجه انه لو كان موجود في ظروف اي لاعب محترف، لو امتلك الشخصيه، محمد صلاح نجح كام لم ينجح احد لامتلاكه شخصيه مميزه جدا وطموحه جدا وبيطور في نفسه. على فكره دي اهم قضيه انا هناقشها معاك الليله دي، قضيه شخصيه اللاعب ومين مسؤول عنها، ده كلام مهم جدا هناقشه باهتمام، لان قضيه فعلا مفصليه. اللاعب اللي بينجح في اي حاجه الشخصيه، ازاي الشخصيه دي بتتبني ومين مسؤول عنها، ده كلام مهم هناقش المهندس عادل فيه. لكن هو محمد صلاح قال ايه؟ الرساله اللي ايقظت زملائه ونبهت الراي العام هنا، خدوا بالكم، لا في خطا، في خطا ان جمهور المنتخب الوطني مش موجود. نشوف صلاح. انا مبسوط مع اللعيبه 100%، علاقتي باللعيبه كويسه جدا، وما افتكرش ان في حد كلم عليا كلمه وحشه، وانا كلمت على حد كلمه وحشه في الملعب. بحاول اساعد اللعيبه على قد ما اقدر بالخبرات اللي كسبتها بره او جوه، بحاول ادي كل حاجه للمنتخب على قد ما اقدر، بس بحس ان في ناس شويه مستنيه اي حاجه عشان تتكلم على صلاح او على لعيبه تانية. للاسف اللي احنا عايشين عصر السوشيال ميديا، كل ما بتكبر شويه الجماهيريه بتاعه المنتخب ما بقتش موجوده زي الاول. الناس بقت بتشجع الانديه، اللعيبه بقت بتشجع اسف الجمهور بيشجع اللعيبه وبيشجع الانديه، ودي حاجه ما كانتش موجوده الاول، حاجه قسمت المنتخب، قسمت الكره المصريه عامه. بقى دلوقتي بتشوف صفحات معموله بس عشان تدافع عن لعيبه او عشان تدافع عن انديه، وهما فاكرينها حاجه كويسه. هي مش كويسه، انت ممكن ما تضرش صلاح عشان انا مريت بالحاجات دي، بس لعيبه تانية لسه جايه صغيره، ده كله هيضرها، ده كله بيخلي اللعيب نفسه مركز على نفسه بس وخلاص. شوف انا قلت لك انا متفق ان في قطاع من الناس بيفكر كده، ولذلك خلافي هنا مع ما قاله كابتن محمد صلاح اني لا، مين قال ان الجمهور اولوياته هي الانديه مش المنتخب؟ عندما يؤدي المنتخب مؤكد 80% على الاقل من الجماهير هي جماهير منتخب. في جزء ممكن يبان صوته عالي شويه، او عشان اليات الشعور بالمعارض بقت عاليه، توصيل الراي. ما هو انت دلوقتي اليه السوشيال ميديا وصلت ان المعارض صوته اعلى من المؤيد. المؤيد ما بيعبرش عن نفسه. فانت بيتهيالك ان هو ده، هو ده الراي العام، هو ده كل الراي العام. لا ده مش الراي العام كابتن صلاح، لا بالعكس، بدليل ان انت في كل استفتاءاتك لا، هذه الكتله الجماهيريه الكبيره كانت وراك انت لانك تمثل امل لهؤلاء. يحدث بعض الخلاف، بعض الناس تحرك الامور في اتجاه، لكن ده مش معناه ان هو ده، وده خلافي مع كل الناس اللي بتصنف الجمهور. من هو الجمهور؟ مين هو؟ شاور عليه ده ولا ده ولا ده؟ هتجد ان الثلاثه اللي بمجرد انه شاف كم واحد العشر نماذج دول مختلفين اصلا في الراي مع بعض. ما هماش، فما تقدرش تقول الجمهور. ايوه،
لكن جمهور المنتخب ده مصر مش عايزين نتصور ان في حاجه تسبق مصر عند اي واحد مواطن سوي. طبعا خلي بالك في انتماءات اخرى ملاش دعوه بالرياضه، ايوه قد تحركنا وتظهر هذا الخلاف. ما تتاثرش بيها يا كابتن انت وزمايلك، لان في ناس عايزه تفهمكم انكم في عزله ابدا، لان تالقكم هيسعد السواد الاعظم اللي يضايق هذه القله. اوعى تتصور. لا يا كابتن صلاح، ما هو اعباء الشهره هي دي، اعباء ضريبتها، اعباء انك تبقى قدوه والكل ينظر اليك، ان قطاع هيشعر بالغيره، قطاع هيحاول يستثمر حاجه ضدك، لكن انت في ايدك حاجه تعملها وعملتها. انت لعبت تحت تاثير هذا الضغط افضل مبارياتك مع المنتخب منذ فتره، وزمايلك عملوا كده. هذا التفاني معدي ولكن ليس مرضا، هو ظاهره صحيه معديه انتقلت بشعاع من الامل والطاقه الايجابيه يا استاذ ابراهيم عند الناس. أيوة. الناس كلها النهارده بتتكلم ازاي، هي دي مصر بقى. ايوه هي دي الجماهير المصريه اللي صحيت، اللي كلها سعيده لدرجه حتى اللي كان بيهاجمك في البرامج عشان عارف انه هيبقى نغمه نشاز لو دخل قال غير كده، ابتدى اقول لك مصر ايوه كده ولقينا نفسنا الحمد لله على السلامه وصلت. هو كان الخلاف بس برضو ما كانش مع اللعيبه، كان مع توظيف اللعيبه، وده اللي انا بقوله. العربيه كانت محطوطه قدام الحصان، لان وهنا اللي قال مش قلت لكم وكروش لازم نعتذر، لا كروش اللي اعتذر لنا، لانه لما عدل الدنيا زي ما الناس كانت عايزه، ان احنا قلنا له دي فرده شمال ودي فرده يمين بالظبط، لما لبس كل فرده في الرجل السليمه بها بدوافع اللعيبه قدر يحقق ده. ما بالك بقى كمان لو كمل جميله وقدم كل واحد بقى ياخد فرصته ويخلق دوافع من اللعيبه، ان اللي نازل يعني تريزيجيه قدم واحده من افضل مبارياته واضاع، لان حساسه المباريات لسه مش عنده. مصطفى محمد واحده من افضل مبارياته ما هدفش وخرج بره صندوق، لكن تشعر الناس دي ميته انها تكسب، وده شعور مهم جدا لما ينتقل اليك تسقف لهم وتقول لهم برافو عليكم. وانا بقول لك يعني كويس ان كسبنا عشان يشعروا بمتعه المؤازره، لكن حتى لو كان حصل شيء تاني كان هيجدوا الاحترام عند جماهير الكره المصريه لانهم عملوا اللي عليهم. ده كان راي مهم جدا، لانه كمان الجزئيه بتاعت جمهور الانديه واللاعبين، ان الجمهور بيفضل لاعب عن مصلحه المنتخب عشان بياخدوا بعض. وهنا الرساله للجمهور، هو احنا حتى هنا لما اتكلمنا وقت اختيارات القائمه قلنا الخواجه كان عنده كيروش، كان عنده فرصه ياخد مثلا قفشه، لكن قلنا له الحق انك انت في النهايه انت صاحب الاختيارات، انت اللي هتتحاسب، فاحنا لا ننكر على المدرب حقه في ضم اي لاعب، قفشه ما تلعبوش باك رايت، انما الجمهور بيتضايق انه ما شافش النجم المفضل بالنسبه له موجود في القائمه المختاره، ده حقه، لكن ما يكونش ده على حساب بقيه اللعيبه اللي تم اختيارها، لانه تم اختيارها وفقا لرؤيه فنيه عشان تؤدي خدمه للمنتخب، فعلى كل الجماهير مساندتها. اذا كان الناس ليها الحق في انتقاد الراي في الاختيار فعليها واجب المسانده عند اتمام الاختيار. دي مساله مهمه للجمهور، لانه ان احنا ننقسم احنا بين الانديه على مصلحه المنتخب ده كلام لا يصح ابدا. افتكروا ان المهندس عدلي واحنا بنتكلم في البدايه على ان اللاعب اللي المفروض يكون موجود لانه تاثيره بيكون مؤثر زيزو، وواضح زيزو نجم نادي الزمالك، لما اتكلمنا انه طارق حامد كان لازم يكون موجود في القايمه، ما ينفعش هاف ديفندر اساسي في فترات طويله جدا وعنده خبرات دوليه وما يتمش اختياره، ده غلط، بس غلط من وجهه نظرنا، وفي النهايه بنسلم بوجهه نظر المدير الفني لانه هو مسؤول. وتفتكروا هنا قلنا اذا كنا احنا بندافع على حق مستر بيتسو موسيماني في انه يختار اللي هو عايزه، وبنقول للعيبه وللجمهور ده هو المدير الفني المسؤول، يبقى من باب اولى ندي نفس الحق لمستر كارلوس كيروش. وفي المقابل في اختياراته، عندما تنتقد التوظيف لكيروش بتقول نفس الشيء عندما بالزبط ترى هذا الامر يحدث عندك من بالزبط من جهازك الفني. هو الاتساق مع النفس يا استاذ ابراهيم، انت صادق ولا بتسمع الناس اللي هي عايزاه؟ طيب
هناقشك برضه في جزئيه شخصيه اللاعب، لانه الحقيقه محمد صلاح نجح يا جماعه لانه امتلك هذه الشخصيه. وواضح جدا ان كره القدم في الاصل او في البدء زي ما بيقولوا في البدء كانت الكلمه، في البدء كانت المهاره. كره القدم اول ما بدات المهم فيها المهاره، اللي المهندس عدل اتكلم عليها انه عبد الكريم صقر بينطق الكره لمده نص ساعه ما بتقعش منه، انه ما اعرفش مين بيعمل بالكره ايه. كانت المعيار التقييم كله المهاره. لما دخلت المنافسه بقوه وبحده في الكره بقت العوامل البدنيه مهمه. لما دخل الاحتراف باغراءاته الماليه بدات الشخصيه تبقى اهم. فالموهبه موجوده، القوه البدنيه موجوده، بس الشخصيه هي اللي بتنجح او بتفشل. ليه؟ لانه اغراءات الاحتراف وظروف النجوميه والتعاطي والحجم المنافسه خلق هذا الدور المهم لما يعرف بشخصيه اللاعب، قدرته انه يتعامل بشخصيه مسؤوله. ان الفريق يا استاذ ابراهيم دلوقتي اصبح اهم من الفرد. ايوه. فاصبح تسمع ايه؟ يقول لك ايه؟ نجم المباراه الفريق. انا ما عنديش مدربين كتير. أيوة. يقول لك انا ما عنديش نجم. ايوه. انا عندي فرقه. ايوه. العمل الجماعي وهو سر النجاح في كل مجال. لو رحت شركه ما فيهاش عمل جماعي مترابط ما تنجحش. تبقى مرتبطه بمدير يعيا او يغيب او يمشي يبقى الشركه تقع. لكن استمرار مؤسسة الاهلي ايه؟ العمل الجماعي. ايوه. واحنا بنورث دي. انا لما كنت اروح مكان اشتغل فيه اول ما الم الناس اللي انا مسؤول عنهم بكلمهم، والله يا استاذ ابراهيم روح الفريق، ان في اجتماع قاعدين مع رئيس مجلس اداره احد الاماكن وانا موجود. حد قام يقف يقول انا عملت، قلت له اقعد. عمل كده، قلت له اقعد. رحت باصص لرئيس الشركه قلت له ما عندناش حد يقول انا. اللي عايز يقف يتكلم يا جماعه يتكلم ازاي تاثير الجماعه، لان اول ما تقول انا اختلفنا. بالظبط. لو صرفت مكافاه بقى تصرفها لمين؟ لانا ولا للفريق؟ لوي. ولذلك النادي الاهلي كان بيعمل حاجه يعمق هذا المعنى ازاي؟ اللي كان مثلا ياخد جايزه افضل لاعب في المباراه جايزه ماليه، كانوا عاملين حاجه اسمها صندوق اللاعبين. ايوه. تتحط في صندوق اللاعبين ما ياخدهاش تصرف للكل. وهو كان بيبقى سعيد جدا. ده تعزيز للجماعه. اسال الكابتن حسام غالي كم مره حصلت معاه. وتتحط في الصندوق وتتوزع على الكل عشان هو ما بينجحش غير بيهم. بالظبط. لو الانا كسبت نحن كله هيخسر. وده دور الاهلي يا جماعه في خلق الشخصيه. مانويل جوزيه سر نجاحه الحقيقي انه قدر يحول هذه التروس المهمه جدا اصحاب المهارات والمواهب الكبيره، بصمة الأهلي ظهرت عليهم من خلال قدرته إن إزاي يدمج دول كلهم في روح الفريق، إزاي يعظم فكرة الفريق هو النجم، لا فلان يبقى هو النجم ولا علان يبقى هو النجم، لا الفريق هو النجم. قدرة الأهلي على إن هو يقدر يدمج هذه المواهب اللي ضمها هذا الجيل في التيم ورك واحد، في فريق العمل الواحد، وكل واحد منهم ينكر ذاته لمصلحة الفريق، ده اللي حقق النجاح. فقدرة النادي على انه يصنع شخصية اللاعب دي مسألة مهمة، لكن ايه كمان في خلق الشخصية؟ انك انت تبقى منضبط. لا، مين مسؤول؟ لانه انا بتكلم كمان عن صياغة المناخ. لا، ما هو دلوقتي في حاجة مهمة بقى جدا بقت دخلت جديدة. لو اللاعب خفيف ودنه مع الجماهير اللي هيعمل شخصيته الجمهور. ايوه. هيقدم للجمهور ما يطلبه. وحوالينا نماذج كده. لا تقدم شيء ولكن بتتحول الى نجوم، سايبه نفسها للجمهور، هي للشارع. نجوم. هي نجوم عند الجماهير لان بتدي لها حاجه ثانيه الجمهور بيحبها. ربما ترقيصه. أيوة. ربما تعليق، وحتى المعلقين ده برافو عليك والله، لان المعلقين يا جماعه في حاجات سلبيه يقول لك واحده من اللي بتعجب الجمهور رغم ان ممكن ما تخدمش الفريق، بس ده ترجمه لحته انه اللعب السلبي وتعطيل اللعب بالترقيصه هو ده اللي بيعجب الجمهور، فاللاعب بيعمل اللي بيعجب الجمهور. على الرغم الحقيقه بقى ان الجمهور دلوقتي ايه اللي بيعجبه؟ الاداء الجماعي الايجابي. الالتزام. اللعيب الملتزم تاثيره على الفرقه. هو انت تعالى بلاش نتكلم على الاهلي، نتكلم على الزمالك.
هو مين اهم لعيب دلوقتي عند الزمالك؟ مش طارق حامد؟ هل ده هل هو من ناحيه جماليه امهر لعيب؟ لا مش الممتع، لكن اخلص لعيب، قوي وبيعمل بيديلهم اللي هم عايزينه، لدرجه ان طاغت على اسلوبه. هو عارف انه دلوقتي نجاحه مرتبط بالقوه احيانا يفرط فيها، ولكنه مخلص وبيؤدي ريجولر ملتزم منتظم، هو عند جمهور كده. في غيره ممكن بسلوك تاني يوصل للجمهور، ما لكن ما عايش في الملعب ما تلاقيلوش تأثير. أنا بدي النموذج ده، مش هو النموذج الوحيد. النادي الأهلي بقى الفريق، مش عايز مناقشة أنه الفريق، وكل تشوف فايلر يقول لك الفريق، موسيماني يقول لك الفريق. الإعلام عنده جزء من المسؤولية طبعاً. على بناء الشخصية طبعاً. أنت بتحتفي بإيه؟ احتفي بالإيجابيات. ايوه، ما تحتفيش بالشخص الذي يعبر عن نفسه. الشخص الاناني ده سيبك منه، الانويه تؤدي الى الفشل. لكن هو النهارده اقول لك حاجه، لازم كيروش يحيي على حاجه، ازاي حافظ على ان الفريق يبقى متلاحم كده؟ ازاي حافظ ان الشناوي اول ما يطلع اول واحد يجري عليه ابو جبل ويطمئن عليه؟ ازاي الشناوي يبقى متلهف على نجاح ابو جبل ان يصد ضربه الجزاء ويعلم ان البساط ممكن او الكاميرا تتسرق منه؟ ازاي كل لعيبه المنتخب عايشين هذه اللحمه مع بعضينا؟ ده نجاح للجهاز الفني، ونجاح للمعنى اللي بنقوله، ونجاح لكابتن الفريق انه ينقل هذه الحاله الجماعيه، ونجاح للمخرج ان يوريك الشناوي وابو جبل في اللقطه اللي انت بتقول عليها. طبعا مؤكد، مش بس دي انت يعني احنا هنشوف لقطات كتير جدا. في فيديو ليها وهم بيتكلموا، حتى كل واحد فيهم بيتكلم. الشناوي بيحيي ابو جبل، وحمدي فتحي واقع على الارض مصاب، ابو جبل بيقول لك انا نفسي الشناوي بسرعه يرجع ان شاء الله. نشوفها. بصراحه ابو جبل كان الدخول بعد ما شال كره مباراة الكوت ديفوار، اكيد يمكن انا متعود منه على كده، كان قبل كده حصلت في مباراة ليبيا، لكن طبعا بقول له الف سلامة وان شاء الله يرجع لنا قريب باذن الله. خليك معايا، لانه انا كنت بتابع الشناوي، كان هو كان بيسجد وبيرتجف في ركلات الترجيح، كانت صعبة محمد. لا الأخيرة طبعا، أنا طبعا بشكر أبو جبل وبشكر الكابتن عصام الحضري وبكلم وبشكر صبحي وجاد. طبعا كانت صعبة أكيد، أنا بس أشكر، بس دي أهم حاجة، اللي إحنا أنا بس عايز أوصل رسالة بس يا جماعة، إحنا الجمهور والناس الشعب المصري كله، إحنا بنلعب باسم منتخب مصر، أي حد يكون في الملعب هو بيأدي وبيعمل اللي عليه، إحنا لما بنيجي بنلعب باسم تيشيرت منتخب مصر، كل أي حد هيكون موجود هينفذ ويعمل اللي عليه، إحنا كلنا إخوات. الناس لازم تفهم الكلام ده كويس. طبعا انا كنت بسجد عشان دي اخر ضربه جزاء صلاح، طبعا بشكر ربنا وبقول يا رب ان شاء الله اللي احنا جه جون عشان احنا نصعد، الحمد لله صعدنا. اهم حاجه تكون نيتك صافيه وكلنا صافيين مع بعض، دي اهم حاجه. احنا بنيجي منتخب مصر ننسى كل حاجه، دي اهم حاجه. اهم حاجه العمل الجماعي. استاذ ابراهيم، هو احنا 73، هو احنا عبرنا ازاي بكلمه واحده وحدتنا الله اكبر، وكله بيغطي بعضه وكله بيدافع عن بعضه. ايوه، وكله في ظهر بعض، كل واحد عامل دوره عشان غيره يكمله. لو ما عملتش دورك هتفشل اللي بعديك. هذا هو العمل الجماعي يا جماعه. فالنهارده هذا المعنى لما يبقى عايش جوانا مؤكد هيسفر عن النجاح. يا رب هذه عناصر النجاح تستمر ونتخطى المغرب ونوصل لابعد نقطه عشان باذن الله نتخطى المغرب ونوصل للعشاء ان شاء الله. باذن الله تعالى هنكمل ونرجع بالبطوله. طيب للجدول بقى، يوم السبت ان شاء الله بدايه دور الثمانيه اللي صعدوا لهذا الدور المهم، الكاميرون ضد جامبيا وتونس ضد بوركينا فاسو، ده يوم السبت 29 يناير. يوم الاحد بقى منتخب مصر هيواجه المغرب الساعه 5 نهائي مبكر القاهره. ده النهائي المبكر. وغينيا الاستوائيه المفاجاه في البطوله هتلعب السنغال. البطوله دي بطوله القوى الجديده، جامبيا شفنا وصلت لغايه كده بلدغات العقارب بتاعتها، غينيا الاستوائيه اهي بتلعب في دور الثمانيه. الراس الاخضر الحقيقه خرج مرفوع الراس جدا وعانى معانا في هذه البطوله، لانه البطوله ديت شهاده ادانه كبيره جدا للاتحاد الافريقي وللجنه المنظمه للبطوله، خاصه بالراس الاخضر، لانه لما نلاقي فريق انت عندك نظام لبروتوكول الكورونا
فريق بيلعب بدون حارس مرمى، حارس المرمى الاساسي بتاعه خف من كورونا قبل المباراه بيوم، فيتقال له لا ده البروتوكول بيقول لازم تقعد 5 ايام، طب يا جماعه ده ما حصلش مع فرق تانية، فيتقال لا اصل اللائحه اتعدلت، هنا ده كلام مش مظبوط بالمره. في بروتوكول ونظام تم اعتماده يسري على الجميع، لانه في الحقيقه في لقطه لو متاحه هتضحكوا على نفسكم فعلا، هتضحكوا. حارس المرمى اللي هو الباك اللي وقف جون يا باشمهندس الهدهود افتكر نفسه لسه باك، لسه فاكر نفسه باك، فالراجل رايح له فحط ايده وراه علشان الكوره ما تجيش في ايده في الوقت اللي مطلوب يستخدم ايده كحارس مرمى، لكنه لسه في ذهنيته انه مدافع. ده فريق اتظلم، لكنه فعلا خرج مرفوع الراس وقدم عن بلاده فعلا. انا بتكلم على جزر القمر، اسف انا بتكلم على جزر القمر، جزر القمر خرج كفريق عربي مرفوع الراس، وبعدين الراس الاخضر عمل تجربه هايله جدا، ده كمان اتطرد منه واحد وبيلعب ناقص وبيلعب بدون حارس مرمى وبيلعب بخبرات قليله جدا وبيلعب بفريق يعني كلهم او معظمهم محليين، واجهد الكاميرون صاحب لكن الارض، قدم جزر القمر في افضل صوره. ده القمر اللي سطع في البطوله بجد. وعلى فكره يعني حتى الفريق بتاع فريق تاني برضه اطرد منه لعيبه وقدر لا هي سنغال، سنغال تجاوزت مين المنافس اللي كان معاها؟ يعني بص الراس الاخضر انا بكلمك عن الراس الاخضر، الراس الاخضر سنغال تجاوزت الراس الاخضر 2-0 2-0 طيب تونس كسبت نيجيريا 1-0، غينيا كسبت او خسرت من جنبي 1-0، الكاميرون كسبت جزر القمر في مباراة الهدهود، الهدهود الحارس الاضطراري، الحارس البديل، الحارس الصدفة، لكن الحقيقة الفريق فعلا قدم صورة رائعة جدا عن الكرة في جزر القمر، وأنا أعتقد هذه البطولة شهدت ميلاد هذه القوة الجديدة اللي عليها إن هي جامبيا أو على الفرق الكبيرة إن هي تنتبه. جامبيا، غينيا الاستوائية، جزر القمر، الرأس الأخضر، دي كلها قوة جديدة بتعيد صياغة خريطة الكرة. أنت عارف يعني أنت نازل ومعكش جون وبتلعب بالباك، عارف يعني إيه تكتيكك يتغير إزاي؟ طبعا كل همك إن ما حدش يروح عليك ولا يشوط من بعيد ولا يرفع أوفر، كل همك أيوه طبعا، ما أنتش مشغول تكسب الماتش إزاي؟ فتطلع بهذه النتيجة وبهذه العبقرية وبهذا الأداء، الناس دي سرقت الكاميرا من الكل الحقيقه. صحيح. طيب الدور يعني باذن الله تعالى نعدي ان شاء الله مباراه المغرب يوم الاحد باذن الله، هيكون الدور قبل النهائي يوم الاربعاء 2 فبراير، الفائز من بوركينا فاسو وتونس هيلاعب الفائز من السنغال وغينيا الاستوائيه. يوم الخميس اللي جاي زي النهارده هيكون الفائز من مباراه مصر والمغرب، يا رب يكون منتخب مصر، هيواجه الفائز من جامبيا والكاميرون. يعني احنا في طريقنا باذن الله تعالى الكاميرون. المركز الثالث، عشان كده انا بقول لكم الفرق هتفضل موجوده، يعني اللي هيدخل السيمي فاينل هيفضل موجود لغايه يوم 6، لان يوم 6 مباراه المركز الثالث ثم النهائي في ختام الكان. كارلوس كروش بعد هذه المباراه اشاد بلاعيبه المنتخب وقال ان انا فخور بيكم وبادائكم والفريق المتميز يكافئ بفوز مستحق، ده تقديره للمباراة. والبعثة سافرت على ياوندي اللي هتستضيف مباراة المغرب يوم الحد إن شاء الله. اطمنا على الشناوي، وقلت لكم حقيقة الإصابة وبدأ تنفيذ البرنامج التأهيلي. حمد فتحي شوية إجهاد في العضلة الضامة، ممكن يعني الراحة يومين ثلاثة يبدأ يكون جاهز إن شاء الله. إذا كان كارلوس كروش مقرفة بتاعت العضلة لكنه إجهاد، فده كويس إن هو لو ريحه الماتش الجاي إن شاء الله بعدها يكون جاهز. الشناوي يمكن الناس كلها بتشيد بيه، لأنه حتى لغاية إصابته الكل شايف إنه الراجل فعلا خالق دور مهم جدا في المنتخب. الشناوي في حتة تانية، دي المقولة الثابتة للكابتن أو للزميل سيف زاهر، نشوف هنا. قلت محمد الشناوي في حتة تانية، قال لك يا في الحتة التانية دي يا عم سيف، محمد الشناوي ده يغلط، أكن محمد الشناوي ده داخل معايا شراكة في حراسة مرمى النادي الأهلي والمنتخب مثلا، أنا بقيم أرقام. طيب محمد الشناوي النهاردة
هو في حته ثانيه في القاره الافريقيه، هو الافضل حتى الان في القاره الافريقيه بتقييم الاتحاد الافريقي في الدور الاول. محمد الشناوي وحجازي ضمن المنتخب اللي اختاروه. هل سيف زاهر اللي راح كتب بقى هناك في الاتحاد الافريقي الشناوي في حته ثانيه؟ كل الناس النهارده كان عندك حق يا سيف، فوق دماغنا من فوق اهو، لا سحر ولا شعوذه اهو، والله والله العظيم ما عملت حاجه، ده هو ربك، هو مش في حته ثانيه عشان انا قررت ان انا احطه في حته ثانيه، لا هو في حته ثانيه بارقامه بمجهوده بالنادي اللي بيلعب فيه وبالمنتخب اللي بيلعب فيه والبطولات اللي خدها. مش انا والله اللي قلت الاتحاد الافريقي النهارده، كل مصر وكل الناس كاتبه كان عندك حق يا سيف. يا كابتن سيف، هو في حد مختلف معاك؟ الناس عارفه كلها ان الشناوي في حته ثانيه. لا اذا كان في واحد قاعد قدامك بيهزر هو حر، ما يعني ما تتعاملش ان هو ان في حد شاف ان الشناوي، هو شايف ان الشناوي في حته ثانيه بس هو يعني القعده بتحبك يعني. لكن الشناوي كل الناس القعده بتحبك ولا بتحكم؟ طيب لقطه، لانه كابتن احمد حسام ميدو كمان لقطه الشناوي وابو جبل هي دي الروح اللي المفروض تكون موجوده، وهي دي الرساله اللي جايه لنا من يا ويندي لكل الجماهير، مش بس كلام محمد صلاح، لا ده تصرفات الشناوي مع ابو جبل ودعمه ليه وكلام الشناوي وامنياته، كلام ابو جبل وامنياته للشناوي، ده كانت رساله مهمه جدا اتكلم عنها الكابتن ميدو النهارده. زي ما قلت لحضراتكم ما كسبناش كوره بس، لان احنا كنا الفريق الافضل فنيا طوال المباراه من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه وتكتيكيا وكل حاجه، ولكن احنا كسبنا النهارده روح اللعيبه، روح المجموعه. الصور اللي قدام حضراتكم دي هي دي، هو ده اللي كسبنا. جول كيبر الاساسي بتاعك الشناوي عمل مباراه كبيره، ماتش كبير، لولاه ما كانتش النتيجه هتبقى 0-0. بيتعور وبيطلع وبينزل جول كيبر تاني المنافس بتاعه المفروض اللي بيلعب في النادي المنافس بتاعه المباشر في مصر. لكن لما بتروح المنتخب مفيش حد بيفتكر ولا حد بيفكر هو بيلعب فين، بيطلع بينزل ابو جبل. شايفين المنظر؟ الشناوي المصاب بيتابع ضربات الجزاء وبيسجد لربنا بيطلب منه ان ربنا يوفق ابو جبل المنافس بتاعه، لكن في الحقيقه هو مش منافس، هو اخ ليه. مفيش حاجه اهم من بلدنا، وهو ده روح الفريق، الروح اللي احنا كلنا بنطالب بيها، والروح اللي بيقول ان مصر بتوحد، كلنا مصريين، كلنا عايزين مصر. الروح دي يا استاذ ابراهيم ما فيهاش افتعال، مصلحتنا كلنا ان احنا نبقى متماسكين عشان نوصل للهدف، كلنا بنكمل بعض. فمساله ان طب انا اقول لك حاجه، دليل ان الايجابيات معديه، هو ابو جبل قال ترجع لنا بالسلامه كابتن شناوي. طب مين اللي قال امين؟ والدته اللي قاعده هنا في مصر اللي همهاش الا ابنها، كانت حريصه جدا من غير ما حد يطلب منها وهي بتتكلم وفرحانه وبتزغرط عشان ابنها ربنا رجعك لينا بالسلامه يا شناوي، وهي تعلم ان الشناوي قد يكون رجوعه على حساب ابنها، لكن بتتمنى له الخير لان شايفه من الشناوي انه تمنى الخير لابنها. ايجابيات معديه، تعال نتعدي منها كلنا، مش نقعد نتكلم في مين اللي قال ومين اللي عاد عشان نعمل افيهات. لا احنا يا جماعه عايشين حاله عايزين نبني عليها يا جماعه. ده كلام مهم جدا، والاخير في كلام محمد صلاح الحقيقه رساله لاستوديوهات التحليل وبعض البرامج، لانه لما اتكلم على حق زمايله من اللعيبه اللي بيتم الاساءه اليوم دي، مساله كمان معيوبه جدا جدا الحقيقه، لانه ما يصحش انه اي لاعب سابق وهو بيحلل يتهكم على لاعب او يسيء للاعب او يقلل من لاعب. من حقك تتكلم فنيا ومن حقك تقول انه لعب صح او ما لعبش صح او لعب في مكانه او ما لعبش في مكانه او عنده احسن من كده او ما عندوش، الكلام الفني ماشي او المباراه دي كذا، لكنه الاساءه والتجريح والسخريه حق والسخريه والتهكم عشان اعمل ترند على حساب لاعب، لا لا خالص، ده كلام ما يصحش. ولما يظهر من لعيبه سابقين اسمحوا لي اقول لكم ده كلام ما يصحش.
هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. اطمنا على منتخب مصر واطمنا على الروح اللي داخل عناصر المنتخب واللحمه اللي موجوده بين اللعيبه، وان شاء الله تعالى تفضي الى فوز يوم الاحد على المغرب. ولكن ماذا في المغرب؟ كيف يستعد الاشقاء المغاربه لمواجهه منتخب مصر في هذه الظروف؟ معنا عبر سكايب من الدار البيضاء المحلل الرياضي المصري المقيم في المغرب الزميل عزيز محمد. سي عزيز اهلا بيك. مساء الخير يا كابتن ابراهيم، ومساء الخير على الكابتن عدلي، والف مبروك علينا ومبروك على الروح الجميله اللي احنا شفناها امبارح في مصر. ازاي بقى الناس في المغرب؟ طبعا مصر والمغرب عايشين في اوتيل واحد وكان في لقنده واحده، وكان واضح العلاقه الحميمه جدا بين المنتخبين والصور المشتركه. طب النهارده هم هيتواجهوا، ايه المردود عندك وشايف الصوره ازاي دلوقتي من خلال الشارع المغربي والاعلام المغربي؟ كابتن عدلي، امبارح كان الجمهور والاعلاميين والشعب المغربي كله ورا المنتخب المصري، وكانوا يعني بيشجعوه بحراره، حتى في ضربات الجزاء في ناس كثيره ما كانتش بتشوف ضربات الجزاء، كان حابين قوي ان مصر تفوز على كوت ديفوار وبيشجعوها من باب ان الاشقاء، واحنا اولى ان احنا نكون في الربع النهائي. اي فريق من مصر او المغرب يوصل هو يكمل البطوله وياخد البطوله. كان حافز حلو قوي، ولكن بعد المباراه ولقوا المنتخب المصري واقف على رجليه بالصوره اللي كنا كلنا بنحبها واللي احنا عاوزينها، اتفاجئوا بالمستوى الرائع اللي عمله المنتخب. بالتالي عندهم شويه تخوفات ان هم دايما مصر لما تكون معانا في الامم الافريقيه بتوصل للنهائي او المواجهات بين في الامم الافريقيه دايما لصالح مصر، يعني ما فيش حد نسى هدف في الامم الافريقيه، لكن في تصفيات كاس العالم دايما لصالحهم. طبعا هم الكفه اكبر، ولكن هم يعني متذكرين هدف طارق ابو زيد، ودايما يقولوا لي ان المفروض كان يستحق ما يلعبش، ان هو عنده انذارين. اقول له لوائح بتاعه الاتحاد كان ساعتها تسمح له. نفس القصه مع 98 بمخصيه حجي، دايما نقول لك احنا الوحيدين اللي فزنا عليكم في المباراه في البطوله دي، وقول له خدنا الكاس في الاخر. واحنا خدنا الكاس فعلا، وفي 2006 احنا تعادلنا معاهم في المجموعات، صحيح، خدنا البطوله. طبعا دايما المواجهات مع مصر والمغرب بيبقى فيها نديه، فيها ديربي كبير، ولكن هم يعني الكواليس اللي بتتحكى ان هم عاملين على اصابه الشناوي، ولكن فوقه بمستوى ابو جبل. اتمنى ان طبعا الشناوي يرجع بسرعه، وشفنا الروح الحلوه اللي بينه وبين انتوا في البرنامج اشدتوا بها وكل الناس شافوها، ان اهم حاجه في الاول والاخر منتخب مصر. طبعا برضو اصابه حمدي فتحي اخذت حيز من كواليس في الوسط الاعلامي هنا، ان هم اهم اثنين بالنسبه للمنتخب مصر. ولكن الحمد لله ان احنا قدمنا مباراه تليق بمصر. احنا اول مره كابتن عادل يا كابتن ابراهيم نشوف كروش قدر يوصل للتوليفه او التشكيل اللي بنسبه 80% اللي احنا عاوزينه. احنا عاوزين كل واحد يبقى في مكانه، صحيح. ودي اللي لقيناه، يعني اول مره من 3 سنين نلاقي منتخب مصر بالشكل ده. طيب روح المنتخب، منتخب مصر احنا عارفين كل قوته وكل وضعيته يا استاذ عزيز، لكن المنتخب المغربي على الصعيد الفني انت شايفه ازاي من الداخل؟ لو قريناها فني يا كابتن، هو اهم حاجه وكلمه السر في المنتخب المغربي هو حكيمي وسفيان بوفال، يعني سفيان بوفال وحكيمي ومعاهم الحارس العملاق طبعا بونو. خلاف كده عندهم نقط ضعف كثيره، يعني عنده في خط النص مرابط وزنه ثقيل قوي وكورته بطيئه، يعني لو عندنا
يعني كنت اتمنى حمدي فتحي يكون موجود، الضغط عليه هيعمل مشاكل كتيره قوي. انا اتمنى ان عمل مباراه كبيره، انا عاوز الضغط مباشر على 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 خط النص. عندك خط الدفاع عندهم بطيء جدا، عنده السايس غانم السايس بطيء، وعنده الناحيه الشمال ادهم لا يلعب عليه محمد صلاح برضو في عندهم مشاكل كبيره. هو قوه المغرب في حكيمي وسفيان وبوفال، ان هم بوفال انا اعتبره من احسن اللاعب اللي عنده حلول كثيره في الناحيه اليسار، وبيدخل بيلاقي حلول، لا يجيب ضرب الجزاء لا يجيب فاولات قدام منطقه الجزاء، واحنا شفنا خطوره الفاولات على منطقه الجزاء حكيمي بينفذها يعني بدقه كبيره، ان هو كان سبب من اسباب ان هو يتاهل يعني في الوقت الحرج يلاقي حكيمي بضرب الجزاء بضربه قدام خط 18 يعني. فقوه المغرب تتمثل في حكيمي وبوفال. اما لو احنا نزلنا التشكيل كروس ما يعني ما يرجعش يالف ثاني ويخلي صلاح راس حربه ومصطفى محمد هاف، يعني نخلي اللعيبه زي ما كابتن عدلي، خلي كل لعيب في مكانه هيدينا اكتر، هيدينا مردود اكتر. يعني احنا شفنا اول مره في جماعيه في المنتخب المصري، المنتخب المغربي ظروف المباراه احنا هتفيدنا اكتر، ان الساعه 4 احنا واخدين لعيبه الاهلي ولاعيبه الزمالك حتى محمد صلاح واخدين على الاجواء دي بنسبه كبيره، الساعه 4 هيكون الرطوبه عاليه ممكن تاثر عليهم. احنا شفنا حتى في ماتش ملاوي لانهم في عندهم مشاكل في العامل البدني، اتمنى طيب يعني نلاقي الحلول. طب هم شايفين ايه تخوفاتهم بالنسبه للمنتخب المصري يعني هو يعني كيف يتحدثون عن المنتخب المصري وعناصر القوه والضعف عنه؟ هم طبعا خايفين من الناحيه اليسرى بتاعه المنتخب المغربي، ان هو ادهم اللي هيلعب عليها محمد صلاح، ان هو بطيء جدا وما عملش بطوله كبيره، بعكس ان احنا نقدر نلاقي حلول في الناحيه اليسار. عندنا محمد صلاح وعمر كمال عامل جبهه جميله جدا، وكمان عندنا نجم كبير طلع، يعني احنا محمد عبد المنعم عامل اداء رائع، يعني بيقولوا هنا بدري بانوني الثاني، ان هو بيستخلص الكره بدون اي مشاكل على منطقه الجزاء، يعني ما بيعملش اي فاولات. بيستغربوا حتى ان لعيب صغير بالشكل ده يدخل وعنده قلب انه يضرب يعمل ضرب يسدد ضربه جزاء بكل الدقه اللي عملها والثبات اللي هو فيه. اما هم قوتهم يا كابتن ان هم يعني طريقه وحيد بيلعب 4-4-2، وهي دي مش طريقه المغرب، يعني اي مدرب يجي يغير طريقه لعب لازم يغيرها من فتره، وانت قلت يا كابتن عدلي في البرنامج ان المدرب هو المسؤول الاول عن الفريق. هو فعلا كلمتك في محلها، ان هو التاليف كتير في المباريات ما بتديش النادي، مش هتيجي تجرب في وقت ضيق، لازم يكون عنده مساحه. فهنا هجوم كبير على وحيد بسبب ان هو بيلعب ب 4-4-2 وبيخلي الكعب والنصيري راس حربه، ودول طبعا بيبقوا عال على الفرقه ان هم ما بيبقاش موجودين، بدليل في مباراه ملاوي لقينا الكعب عند منطقه الجزاء بتاعه المغرب، فالطبيعي ان بيعدل في الشوط الثاني. انا اتمنى ان كروش يستغل لو نزل بالطريقه ديت وحيد ب 4-4-2 يستغل الفتره ديت، ونقدر نحرز هدف في الوقت الاصلي، وان عندنا اوراق قوه كثيره بالطريقه اللي احنا لعبناها قدام كودوفار، عندنا نقدر نوصل لابعد نقطه ونوصل للنهائي كمان. انا شايف المنتخب المغربي قوته حاليا في حكيمي وسفيان بوفال. طيب لو الجبهتين دول قدرنا نوقفهم المغرب هيقف تماما. عزيز انا يمكن لاحظت ان كتير من الاخوه الاعلاميين المغاربه
شايفين ان منتخب مصر فرصته في الفوز كبيره، ولقيت منصف اليزجي ولقيت كذا حد من الصحفيين المغاربه بعت لي كده، هل ده نوع من التنويم ولا دي حقيقه الامر الفني بالنسبه لهم؟ لا هو طبعا كله متفائل ان المغرب تفوز طبعا، كل حظوظ المنتخب المغربي موجوده، حظوظ كامله، وفريق يقدر في اي وقت يحرز اهداف، عنده بيقدر يجيب اهداف من الكور الثابته، عنده حلول فرديه مع سفيان بوفال، النصيري اخيرا احرز هدف، فعنده حلول وكل واحد يؤمن بفرقته. ولكن على الورق دايما حاله اللعيبه في المباراه هتكون ازاي، حاله التركيز هتكون ازاي. انا اتوقع اللي هيبقى مركز اكتر وهادي اكتر هو اللي هياخد المباراه. المباراه متساويين يا كابتن ابراهيم 50-50، ولكن على ارضيه الملعب هنشوف حاله المنتخب المصري. نتمنى ان هو يكون في الحاله اللي احنا شفناها في كوت ديفوار ويعملوا مباراه كبيره ونتاهل ان شاء الله. احنا شفنا المنتخبات الكبيره الوقت بتطلع كلها، ما فيش الا السنغال ومصر والمغرب، دي يعني نهائي مبكر، كنا نتمنى ان احنا نقابلهم في النهائي، ولكن القرعه حكمت ان احنا لازم دايما المغرب يكون معانا وان شاء الله نفوز. المدرب وحيد عليه اجماع ولا بيلاقي مشاكل اعلاميه؟ طبعا هناك مشاكل كبيره حتى قبل البطوله، يعني هو ضم بدر بنون وضم سفيان رحيمي بالضغط الاعلامي، ان هم مقدمين مستويات كبيره مع الاهلي ومع العين الاماراتي، ومع ذلك سفيان رحيمي برضو كل الناس بتستغرب ليه ما بيلعبش، حتى مش موجود في القائمه بتاعه المباريات، يعني هو في احتياج لسفيان رحيمي، ولكن هو من المدربين العنيده اللي هو يعني بدليل انه ما خدش حكيم زياش اللي هو لاعب تشيلسي اللي معروف ومن احسن اللعيبه حاليا في العرب موجودين. يعني هو عنيد مع نفسه، ولكن يا ريت يكون عنيد ويلعب بالطريقه اللي هم بيهاجموه بها عشان نقدر نستغل المباراه. يعني ان شاء الله يا عزيز، شكرا جزيلا ليك. الزميل الاعلامي والمحلل المصري المقيم في الدار البيضاء عزيز محمد، شكرا ليك، كان معانا عبر سكايب من المغرب. اعتقد حطكم في الصوره بالنسبه للمنتخب المغربي والراي العام والشارع المغربي قبل مواجهه منتخب مصر، لكن كان الكلام المهم انه قد كده اثناء ضربات الترجيح مع الكوت ديفوار كانوا مناصرين لمصر وفرحان لله. مؤكد ان الاجواء بتاعه الفندق ايوه والحميميه اللي ظهر بها العلاقه بين اللعيبه وصل للشارع المغربي، ولكن ذهبت الصكره وجاءت الفكره، لقينا بعض في المواجهه ما نفسي بقى، ما حدش هيحب حد اكتر من نفسه. وخصوصا ان المواجهات على مستوى الانديه المصريه والمغربيه الفتره الاخرانيه كانت محسومه لمصر برضو، دي خلي بالك تلقي بظلالها مؤكد، لان دلوقتي انت المنتخب معظمه اهلي زمالك. ايوه فالمباراه صعبه جدا. الكره المغربيه كره جميله، ودي بيتيح لك انت كمان تلعب كره حلوه. صحيح. الكره بتجمع، دي رسالة الكوره. اذا كانت الكوره عامله هذا الجو بين مصر والمغرب، وان الاشقاء في المغرب قد كده متفاعلين مع منتخب مصر وبيحيوه في ضربات الترجيح حتى وان كان هم مش عايزين يقابلوا كوت ديفوار ليكن، لكن حتى في الجزائر ومصر بعيده عن الجزائر هنشوف مشجعه جزائريه بتحيي منتخب مصر ازاي. هوبا ايوه هو ده الجزائر. هوبا ايوه هو ده. لا هو في اكتر من حفيظ دراجي لما وجه رساله لكوت ديفوار، لا مصر هتجيب لنا حقنا. يعني طبعا الجزائر يعني مشاعرها معاك من قبل المباراه، وهتكون معاك برضو اعتقد امام وهنشوف مشجع جزائري كمان الجزائري اليوم اللي ناصر المنتخب المصري في هذه المباراة. أقول للشعب الجزائري دائما خلف المنتخب المصري في كل
السراء والضراء. اليوم كنا خلف المنتخب المصري اللي فرحنا بهذا التأهل ورد الجميل بالنسبة لهذا المنتخب بعد فوزه وإطاحته بمنتخب كوت ديفوار. ألف مبروك لمنتخب مصر الشقيق، وإن شاء الله نشوفه في النهائي ونجمة ثانية بالنسبة للمنتخب المصري. تحية مصر، تحية الجزائر وكل الدول العربية. تحية مصر، تحية مصر، تحية مصر، تحية مصر، تحية الجزائر، وتحية المغرب، وتحية تونس، وتحية العرب، وتحية أفريقيا. خلي بالك، خلي بالك، الهوية المصرية العربية الأفريقية شديدة الأهمية. العالم دلوقتي عالم التكتلات، مش عالم الفرديات. الفرديات. طيب بمناسبة بقى عزيز محمد، هو بيتكلم من الدار البيضاء، بيتكلم على ان الناس قد كده كانت مبسوطة من النني، وشايفة ان النني واحد من نجوم هذه المباراة، وفعلا كان واحد من نجوم هذه المباراة. انت كان ليك ملاحظة على طبعاً غضب والد النني؟ لا انا بقول لك يعني انت كنت بتقول عيب ان الناس تطلع تنتقد لعبتنا بهذه القسوة. ايوه، واحد من الناس اللي كان بيتعرض بشكل منتظم للانتقاد كابتن النني. في نفس الوقت اللي جميع المدربين اللي جم كانوا متمسكين بيه. الراجل في الارسنال يعني مش يعني بس عشان في الارسنال، وهو في الارسنال فور ريزون، هو ده اللي قاله والده، وكان لعيب كوره طبعا مهم يعني. الراجل بقاله 7-8 سنين في الارسنال مستمر، يبقى يعني احنا شايفين ان ملوش لازمه ازاي يعني. شيء مؤلم انك بتصدر هذا الشعور للعيب مهم عندك، انت بتستفيد ايه يعني؟ هو مش ذنبه ان المدربين بيثقوا فيه وبيوظفوه في الدور اللي هم مؤكد نتيجه يعني انه بيأديه، ان هم مصرين عليه باختلاف تغيير يعني. كوبر، أجري، النهاردة حسام البدري، كيروش، كلهم شايفين ان الراجل ده له دور. احنا بقى مش متفقين مع الدور ده، لان احنا برضو ميولنا فيها اللي عايز الجماليات، واللي عايز واحد يشوط له شوطه، واللي عايز الافيه صدقني، واللي عايز الافيه يعني الناس فاحنا ليه بنجرح؟ وبعدين في الوقت اللي انتوا بتنتقدوه يطلع الراجل رجل المباراه. صحيح. طب اللجنه اللي اديته رجل المباراه دي لجنه ملاش دعوة بمنتخب مصر. دي لجنة مش عايزة الترند يا باشمهندس، دي لجنة عايزة بتشتغل. طيب واحد من نجوم المباريات اللي فاتت للمنتخب لما توظف صح كان اللاعب الصاعد المدافع الواعد محمد عبد المنعم، المعار من الأهلي إلى فيوتشر، كان له رأي في هذه المباراة وفي عودته للأهلي. نشوف. يعني مثل فايرر كان ما كانش راضي يطلعني إعارة، فأنا أصريت و فضلت اتحايل عليه، يعني اتحايل عليه بجد عشان اطلع عارض سموحه، كانت اول 6 شهور. فطلعت الحمد لله، اثبتت نفسي ولعبت وبتاع، كان الراجل عايز يرجعني بس هو مشي، فزودت انا عارض كمان سنه. اكيد نفسي ارجع النادي الاهلي وابقى موجود في النادي ده، وانا حلمي وانا عندي 10 سنين، انا بقى لي 13 سنه في النادي او 12 سنه، فده حلمي وانا صغير ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي، العب في النادي الاهلي. انا بحب النادي الاهلي، بحب جمهوره، فربنا يكرمني ان شاء الله كده وابقى متواجد معاهم يعني ان شاء الله. اتمنى يعني اكيد ده حلم، يعني انا حلم وانا صغير ان ابقى موجود في النادي الاهلي وارفع بطولات واشارك، حتى اسرتي كلها اهلاويه في بتمنوا ان انا ابقى موجود وارفع الكاس وارفع كل البطولات اللي النادي الاهلي بياخدها. انت بتشوف ما شاء الله الاهلي ما بيقعدش شهر الا بياخد بطوله ما شاء الله يعني. طيب خليني بقى وانت خبير الصفقات، لان دي قضيه مهمه جدا. محمد عبد المنعم يا جماعه الاهلي اعاره لفيوتشر، عامل فتره هائله جدا، الاعاره لنهايه الموسم، ظهر مع المنتخب بهذا الشكل الرائع جدا، سواء كسيرد باك او حتى في الظروف الاضطراريه اللي الراجل حاب يلعبه باك رايت. الاهلي دلوقتي في ازمه برضو اضطراريه ما حدش كان يعرفها، ولما نيجي نتكلم على الظروف الاضطرارية لازم نشوف حلول اضطرارية، لأنه ده ظرف مش طبيعي. هل لما الأهلي لو طلب لهذه الدواعي الفنية الاضطرارية أنه يقطع الإعارة مع فيوتشر للعب؟ بداية لازم نناقش قضية الإعارة دي من جزئتين. أيوة، هو صح أنك تطلع اللاعب المميز عندك إعارة ولا تحتفظ بيه؟ أيوة صح أنك تطلعه إعارة. لو انت شايف ان ما عندوش فرصه نتيجه ازدحام مكانه
بعناصر أخرى حاليا أكثر منه خبرة وبتؤدي في مكان. يبقى الصح والصح قوي، لأن إحنا بقى خمس ست سبع سنين انتهجنا هذا النهج وفكرنا فيه. هو اللعيب ليه يقعد عند احتياطي؟ لو في أكثر من بديل موجود يطلع ياخد الثقة ونشوفه في يعني احتكاكات حقيقية وياخد ساعات لعب أكتر ولا لا؟ طبعا. فخروج اللعيبة المميزة للإعارة ده ضرورة ضرورة. لو ما لو هي مش هتلعب ايوه يعني لو مكانه مشغول عندك، لو انت عندك ثلاث لعيبة تحديدا في مكانه طب وهو هيبقى الرابع لا لو هيبقى الثالث خليه، لانك هتحتاجه كتاني مع ازدحام الماتشات فيجي الظروف ان في الكورونا والاصابات تكتشف انك انت محتاجه النهارده طب كان غلط انك طلعته؟ لا مش غلط لسبب بسيط بقى هو الناس لما شافته تألق، شافته لانه لعب ايوه ما كانش عندك هيلعب بانتظام ايوه. اتنين كمان المنتخب لما خده هنا لازم الانصاف نشيد بكورش مش بس ان خده وانه واثق فيه، انت راضي عنه قوي وبتنطقه صح. لا انا مراضي عليه في الجزئيه دي لا بقى كيروش، لما قبل كده كان طول كيروش. ما انا راضي عنه كيروش، اول ما اقول لك كيروش تفهم يعني اول ما تمد في الواو او ديت كيروش فانت كيروش اداله الفرصه لدرجه قناعته بين اداله باك رايت وده كان غلط فلما رجعه في الحته دي والظروف سمحت لان لو لونش بيلعب خلاص ما كانش هيلعب لكن لما لعب عمل ايه بقى ظهر المعدن طبعا. فابتدت الناس تقول لك حد يطلع ده عرق. احنا نطلعه عرق عشان نشوف المشهد ده وعشان نقتنع انه لازم يرجع يلاقي له مكان طيب الصح ايه؟ لو انا نادي رحت للنادي الاهلي قلت له عايزين نتعاون ونشوف انت مين المميز عندك ناخده منك اعاره، فانت قدرتني وحبيت تتعاون معايا وقلت لي خد فلان وفلان 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 كويس. طيب انا عايز العلاقه دي تستمر ولا عايزه تقف هنا؟ ايوه حقك ان انا لو اقول لك اتزنقت لظروف اضطراريه وتعلم ظروفي وتعلم ان دي ما هو برضو ده تمثيل دولي وان مصلحه الاهلي هنا ان يحسن تمثيل بلده فاذا كان عنصر من عناصر ابنائه يعني انا لو طالب سردي باك بتاعك من حقك تقول لي لا، لكن انا اديتك وديعه تساندك لنهايه الموسم. طب ما انت هيجي نهايه الموسم وبعدين هيرجع لك هتيجي تقول لي عايز تاني؟ مش عايزين العلاقه تقف هنا. لا لا اول مش عايزين تقف هنا ومش عايزين الاجهزه المباشره هي اللي تتناول هذا الامر لان دي استراتيجيه. برافو عليك، دي استراتيجيه كبيره بالظبط على مستوى قيادات بالظبط. فان ادلي بدلوي سواء مدير الكره هنا او مدير الكره هنا او المدرب هنا او المدرب هنا قد يحدث نوع من الحساسيه لان المدرب ده بيتكلم على المصلحه طبعا كل مدرب هيشوف مصلحته القصيره اللحظه دي انا محتاجه وانا لما اقوله كنت ترجع تاخده مني ما هو ده كان الهدف. ايوه ما انا هاخده منك بعد شهرين. طيب لو خدته بعد شهرين مش يعني النقطه الملحه بتاعتي دلوقتي هتكون استراتيجيا اصابني الضرر استراتيجيا انت هتضار. ممكن افتكرها لكن افتكر لك اكتر انك تعاونت معايا. وعلى فكره وفي اللحظة دي من حقك تقول لي طب شوف لي البديل والبديل الذي لا يقل عنده ممكن يقل خبرة بس لا يقل كفاءة. هقول لك لا ده تاخد بديل واثنين وثلاثة خاصة ان انت عندك عناصر واعدة جدا. تبادل المصالح استاذ ابراهيم الحكمة تقتضي ان احنا نحط نفسنا في كراسي بعض لا اضغط عليك ولا تضغط عليا. انا مش واخده الطرف لو طلبته. انا على فكرة لحد هذه اللحظه كابتن شوبير قال لك الاهلي ما طلبش رسميه ما هو بس نب لكن لو طلب في بقى الاستراتيجيين الاستراتيجيين مع بعضهم وفي نفس الوقت حاول انك انت تستفيد من هذا التعاون انت كمان بدرجه ممكن تكون اكبر ممكن انت تاخد حد او اتنين يفيدوك اكتر او يفيدوك او لا يقلوا من
هذه يعني العمليه ليها حسبه العقلاء يفهموها. العقلاء يفهمون يفهموها. ده كلام مهم. طيب، لان الوقت بيدهمنا والقضيه مهمه جدا، قضيه المعارين والشباب دلوقتي. احنا عندنا جيل من خلال رابطه المحترفين هذه البطوله افرزت هذه العناصر المميزه جدا. احيانا يا استاذ ابراهيم التعامل الصح ايه؟ احيانا لما يجي نادي يحتاج منك لعيب وتقترح عليه لعيب يتصور ان انت بتزق له حد ما انتش محتاجه، مش عارف ان يعني انت مثلا كابتن زياد الناشئ زياد طارق. زياد طارق شفت ألق ازاي والناس بتبص له ازاي دلوقتي؟ طب ما احنا اديناه السنه اللي فاتت الاسماعيلي. كابتن علي بوجريش على فكره كان مبسوط من هذا الدعم، بس ما خدش فرصته. ايوه، شادي رضوان. شادي رضوان لحد دلوقتي واحد من امهر وكان اكثر العناصر الموهوبه، ما خدش فرصته. والاهلي اداه للبنك الاهلي لما كان محمد يوسف الاحساس ما حدش اداله. انا مش بدهولك لان ان انا بورطك فيه او بجاملك على حساب، لا، انا بقول لك ده مميز وانت هيفيدك. عايز يفيدك ويفيدني. مين الانديه الحقيقه وفيوتشر دلوقتي كده؟ وعندك عندك سموحه تجاربنا معاه اكثر باستمرار بياخد متعاونين بنجاح في تجارب الاعاره ويستفيد من. والاتحاد السكندري نفس الشيء. النهارده ما تشوف فوزي الحناوي بقى في صفوف الاتحاد السكندري بيأدي معاه على جدد كام اعاره وفي الاخر خدوه وفي الاخر استنى. لا، التعاون حلو. وانا يعني هطلع مثلا زياد طارق بالمناسبه. يا استاذ ابراهيم، انا دلوقتي مثلا لو اعرت 10 لعيبه ايوه هيرجع لي واحد ولا اثنين، والباقي هيفضلوا عند الانديه تستفيد منه. طب انا اقول لك حاجه، احمد ياسر ريان ما تتابع اداؤه في تركيا على اعلى مستوى. ده جايب له يجي 6-7 اهداف وعامل له زيهم اسيستات وبتاع يعني، وانا متاكد ان الاجهزه الفنيه بتاعتنا بتتابعه بره. لو احتفظ معار برضه، ما معار بنيت بيع، لو احتفظوا بيه مكسب. لو يرجع لنا مكسبين في الحالتين، ما هو خلاص نضج. يعني هو نوع من اللعيبه، وانت يعني كشفت عن ده من خلال تجربه اعاره نوع من اللعيبه. انت محتاج لعيب الهيدر المحطه وعنده مهاره. لا الحقيقه، وكان تجربته السنه اللي فاتت رائعه جدا يعني. انا ارى ان سياسه الاعاره المدروسه ناجحه جدا. وانا ارى ان الوقت انتهى. ما اعرفش انت اللي ماسك الوقت. وصلنا الى خط النهايه. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير. نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.